بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة، هيكون عندنا حاجات كتير جدا. هنتكلم عن مباراة السوبر بكرة ما بين الأهلي وطلائع الجيش، مباراة إن شاء الله نستمتع بيها. الأهلي بطل الدوري مع طلائع الجيش تاني الكاس، تعرفين برضو إن الفرقتين كانوا لعبوا مع بعض نهائي الكاس السنة اللي فاتت، فخدوا الأهلي بطل الدوري وبطل الكاس، هيلعب مع تاني الكاس اللي هو فريق طلائع الجيش بكرة، مباراة الساعة 7 في استاد الجيش في برج العرب بإذن الله. مباراة قوية، النادي الأهلي بيستعد طبعا للبطولة وعنده بعض الصفقات الجديدة. طلائع الجيش فريق جديد، يعني تغييرات كتير في الفريق وصفقات جديدة. كابتن عبد الحميد بسيوني، خلي بالكو السوبر اللي هيتلعب ده كان السوبر بتاع الدوري بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت، السوبر اللي هيتلعب بكرة ده بتاع الدوري اللي قبل اللي فات، مش الدوري اللي خلص اللي قبليه، اللي هو كان الأهلي بطل الدوري وبطل الكاس وطلائع الجيش تاني الكاس. لسه بقى السوبر بتاع السنة دي اللي هو الموسم الجديد، هنشوف ميعاده امتى مع اتحاد الكورة، لكن السوبر اللي هيتلعب بكرة ده بتاع الدوري اللي قبل اللي فات، يعني السوبر اللي قبل اللي فات. كان آخر سوبر اتلعب كان سنة 2019، أو كان في 2020 مباراة، لا كان في 2019 مباراة الأهلي والزمالك اللي اتلعبت في الإمارات والزمالك كسب بركلات الترجيح. النهاردة جايبين لكم كل ماتشات السوبر على مر تاريخه، وهنقول لكم بقى تشكيلة الأهلي المتوقعة. بصراحة مش عارفين تشكيلة طلائع الجيش، إن زي ما قلت لكم صفقات جديدة. عندنا مجموعة من الأخبار النهاردة إن شاء الله نستمتع بيها، ونقول لكم إيه اللي بيحصل في الساحة الرياضية المصرية. وبعدين في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة هيكون معانا علي غزال، لاعب نادي سموحة ولاعب منتخب مصر السابق. هنتكلم مع علي غزال عن فترة احترافه، وحتى السنة دي هو كان في نادي سموحة بس ما شاركش بشكل أساسي مع نادي سموحة ورحل عن نادي سموحة. هنتكلم معاه في حاجات كتير، وهنتكلم معاه عن اللعيب المصري المحترف خارج مصر، علي غزال لعب فترة في البرتغال. خلينا نتكلم بقى عن السوبر بكرة، الأهلي وطلائع الجيش. مواجهة ما بين موسيماني وعبد الحميد بسيوني، ودي مواجهة مكررة، ولكن ما كانش موجود ساعتها عبد الحميد بسيوني، كان موجود كابتن طارق العشري في نهائي الكاس السنة اللي فاتت ما بين الأهلي وطلائع الجيش. المباراة كانت 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، ولجأوا الفرقتين لضربة الترجيح وفاز النادي الأهلي ببطولة كاس مصر. طيب اتحاد الكورة، ده نهائي الكاس ما بين الأهلي وطلائع الجيش، كان تقدم النادي الأهلي عن طريق كهربا، وبعدين اتعادل طلائع الجيش. أنا فاكر الهدف بتاع طلائع الجيش كان كورنر، وقدر طلائع الجيش يتعادل في الوقت يعني قبل نهاية المباراة، وبعدين الفرقتين لعبوا ضربات ترجيح وكانت يعني مثيرة جدا ضربات الترجيح، لكن في النهاية الأهلي كسب بطولة كاس مصر. هات لي كمل يعني هدف طلائع الجيش برضو، وكان هدف التعادل مع الاهلي. ايوه هو ده هدف طلائع الجيش، وكانت الكره كورنر واتردت ولعب الثاني واتعادل طلائع الجيش، وبعدين الاهلي كسب بضربات الترجيح. المباراه بكره سوبر، ده ناصر منسي طبعا لاعب طلائع الجيش. عندي بعض الاخبار على المباراة، يعني الاتحاد الكورة سمح للأهلي وطلائع الجيش انه يلعب مباراة السوبر بالصفقات الجديدة. الأهلي يقدر يلعب بالصفقات الجديدة، طلائع الجيش يلعب بالصفقات الجديدة. كل الصفقات اللي الأهلي هيأيدها او أيدها خلاص، وطلائع الجيش ممكن يلعبوا بكرة. وفي مفاجأة حصلت النهاردة، فريق طلائع الجيش تعاقد مع عمر جابر، طلائع الجيش تعاقد مع عمر جابر لاعب بيراميدز،
وهيكون ممكن يكون عمر جابر بكره موجود في المباراه. طبعا هو ما لحقش يتدرب يعني مع فريق طلائع الجيش غير ممكن تدريبه واحده، ولكن يعني فريق طلائع الجيش عمل صفقه قويه بالتعاقد مع عمر جابر، واخده اعاره من بيراميدز لمده موسم. عمر جابر انتقل لطلائع الجيش اعاره لمده موسم من نادي بيراميدز. الحاجه بقى الثانيه ان لائحه المباراه بكره في حاله تعادل الفريقين في الوقت الاصلي في ال 90 دقيقه هيبقى في اكسترا تايم، في وقت اضافي، وفي حاله التعادل في الوقت الاضافي هيبقى في ضربات ترجيح. فهنشوف ايه اللي هيحصل بكره في المباراه ان شاء الله نستمتع، وبكره بقى بالليل نتكلم على مباراه الاهلي وطلائع الجيش. تعالوا بقى مع بعض نستعرض بطوله السوبر من ساعه ما اتعملت في سنه 2000 2001. بطوله السوبر بدات في مصر، وكان اول بطل لبطوله السوبر كان نادي الزمالك، واخر بطل كان نادي الزمالك برضه. دي مباراه السوبر سنه 2000 موسم 2000 2001 او سنه 2001. الزمالك كان بيلعب غزل المحله في استاد القاهره، بطل الدوري وبطل الكاس. عايزين الجماهير ترجع بقى. طبعا كابتن حازم امام وتسديده بشماله كده، قنبله في مرمى غزل المحله، وبعدين المحله تعادل عن طريق محمد العتراوي مدافع المحله اللي كان بيلعب في منتخب الشباب. الكلام ده امتى يا جماعه؟ من 20 سنه، سنه 2001، اول بطوله سوبر اتلعبت في تاريخ مصر. وده هدف الفوز للزمالك عن طريق كابتن حسام حسن، كان مهاجم نادي الزمالك ساعتها. والفتره دي كان الزمالك يعني واخد بطولات كتير، لما كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيلعبوا في نادي الزمالك في موسم 2000 و2001 و2002، وفاز الزمالك. كابتن الفريق طبعا كابتن خالد الغندور شال كاس السوبر، وفوز الزمالك باول بطوله سوبر سنه 2001. البطوله اللي بعديها 2002 النهائي ما بين الزمالك والمقاولين العرب، وقدر الزمالك يفوز بهدف اسامه نبيه، كابتن اسامه نبيه، في الوقت الاضافي بقى في الاكسترا تايم في الدقيقه 104. الزمالك فاز على المقاولين العرب 1-0 بهدف اسامه نبيه، والزمالك خد اول بطولتين سوبر. وبرده كان ساعتها كابتن خالد الغندور هو كابتن الزمالك ورفع كاس السوبر بعد فوز الزمالك على المقاولين ببطوله السوبر المصري سنه 2002. نروح بقى للبطوله الثالثه، وكانت ما بين الاهلي والزمالك، وانتهت المباراه ده في 2003. انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0، ولكن الفرقتين لجأ الى ضربات الجزاء او ضربات الترجيح، وكسب الاهلي 3-1. ده طبعا جيلبرتو، وده محمد صديق كان ساعتها لسه في الزمالك، والكره يعني حطها خبطت في العارضه، وفاز الاهلي على الزمالك في 2003. والاهلي دي كانت اول بطوله سوبر للنادي الاهلي في 2003. كابتن هادي خشبه كابتن النادي الاهلي بيرفع كاس البطوله. دي مباراه السوبر سنه 2004، الزمالك والمقاولين العرب. وانا كنت لاعب ساعتها، انا كنت بلعب ساعتها في المقاولين العرب، حتى كنت موجود في المباراه دي، بس كنت موجود في قائمه الاحتياطي. والمقاولين عمل مفاجاه كبيره جدا مع الكابتن حسن شحاته، كان ساعتها المقاولين بيلعب في الدرجه الثانيه، وكسب الزمالك 4-2. الزمالك كان بطل الدوري والمقاولين كان بطل الكاس. برضو كانت مفاجاه ان المقاولين يكسب كاس مصر وهو في الدرجه الثانيه، وكان كسب الاهلي في النهائي 2-1. والمقاولين عمل مفاجاه واداء قوي جدا، وفاز على الزمالك 4-2 في استاد الكليه الحربيه. تامر عادل لاعب المقاولين جاب جونين، ايمن زين هدف، طلعت محرم هدف، ومدحت عبد الهادي احرز هدفين الزمالك، وفاز المقاولين العرب بالسوبر المصري في مفاجاه صارخه في 2004. وكان يعني طبعا حاجه غريبه جدا ان فريق في الدوري الممتاز به يكسب الزمالك بطل الدوري 4-2 امام جماهير الزمالك. وده كابتن محمد عوده بيتسلم كاس السوبر في 2004، فوز المقاولين على الزمالك 4-2 في البطوله الرابعه. البطوله الخامسه كانت في 2005، الاهلي فاز على امبي 1-0 بهدف للكابتن وائل جمعه في الدقيقه 93. وائل رياض عمل كره عرضيه نزلت لوائل جمعه في الوقت الضايع في الدقيقه 93، قدر يفوز النادي الاهلي بكاس السوبر. ودي البطوله اللي بعديها في 2006، برضه الاهلي وامبي برضه في 2006،
وبرضه محمد ابو تريكه سجل هدف الفوز في الدقيقه 91 في الوقت الضايع. جمهور الاهلي بقى ومانويل جوزيه كان فوز يعني في نهايه المباراه في اخر ثانيه للنادي الاهلي. في 2007 الاهلي بقى خلاص كده سيطر على السوبر. 2005 2006 ده 2007 بقى ده السوبر 2007 الاهلي والاسماعيلي، وكانت المباراه 1-1. محمد حمص تقدم للاسماعيلي وبعدين اتعادل شادي محمد للاهلي من ضربه جزاء. حمص تقدم للاسماعيلي 1-0 في الدقيقه 32 في الشوط الاول. كان لسه سيد معوض برضه بيلعب في الاسماعيلي، الكلام ده في 2007. ودخل شادي محمد اتعادل للاهلي بقت 1-1، ولعبوا ضربات ترجيح. وفاز الاهلي بضربات الترجيح على الاسماعيلي 4-2. ده محمد صبحي حارس الاسماعيلي ساعتها، وعبد الله السعيد كان لسه في النادي الاسماعيلي في 2007، وحط الكرة خبطت في القائم في عصام الحضري وخرجت، والاهلي فاز بالسوبر في 2007. طبعا ايام جميله وماتشات كانت قوية جدا وجماهير، وإن شاء الله الأيام دي ترجع تاني وجماهير مصر ترجع تكون موجودة في الملاعب. وشادي محمد برضه هو اللي أحرز ضربة الفوز وتوج النادي الأهلي بالسوبر المصري في 2007. خلي بالكوا الأهلي خد البطولة ورا بعض كذا مرة، يعني أربع مرات ورا بعض. 2005 لما كسب إنبي 1-0، 2006 لما كسب إنبي 1-0، 2007 كسب الإسماعيلي بضربات الترجيح، وهنا شادي محمد وعصام الحضري رفعوا كاس السوبر. في 2008 الاهلي والزمالك في استاد القاهره، والاهلي كسب الزمالك 2-0. احمد حسن الهدف الاول زي ما انتم شايفين في الدقيقه 46، وبعدين معتز اينو الهدف الثاني. كره هتتلعب، انا فاكر الكره دي اهو هتتلعب بالعرض، واينو هياخدها على الطاير. كان ساعتها اينو بقى لسه منتقل من الزمالك للاهلي. هو بص اينو هياخدها على الطاير، هدف قنبله وفوز الاهلي على الزمالك 2-0 في سوبر 2008. ودي كانت البطوله الرابعه للنادي الاهلي على التوالي. 2005 2006 2007 ودي بطوله 2008. شادي محمد بيتسلم كاس السوبر من الكابتن سمير زاهر. وأسامة حسني وأحمد السيد وحسن مصطفى وأمير عبد الحميد. نروح بقى للسوبر 2009، وكان مفاجأة بقى في 2009. حرس الحدود بقيادة الكابتن طارق العشري بيفوز على الأهلي 2-0. أحمد حسن مكي في الدقيقة 5، الأهلي وحرس الحدود بطولة السوبر 2009. أحمد حسن مكي تقدم بهدف في أول 5 دقايق في المباراة، وبعدين أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود أحرز الهدف الثاني. وكانت مفاجأة برضه ساعتها، حرس الحدود كان فرقة جامدة جدا جدا، وقدر يفوز فريق حرس الحدود على الأهلي 2-0 في السوبر في 2009 بقيادة الكابتن طارق العشري. نروح للسوبر 2010، وكان نهائي مكرر ما بين الأهلي برضه وحرس الحدود، ولكن المرة دي قدر محمد أبو تريكة انه يحرز هدف الفوز في الدقيقة 62 ويفوز الاهلي بالسوبر في 2010. كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي بيتسلم كأس السوبر من المهندس هاني ابو ريده. في 2011 السوبر اتلغى بسبب الاحداث السياسية، كان ساعتها الثورة والكلام ده، فاتلغى السوبر في 2011. ده بقى السوبر بتاع 2012 اللي اتلعب في برج العرب بدون جماهير، وقدر الاهلي يفوز على انبي 2-1. ده الهدف الاول عبد الله السعيد، وبعدين اتعادل نادي انبي عن طريق محمد شعبان. تكريم محمد شعبان لاعب الوسط في نادي انبي، فاول كده كره راحت في الزاويه القريبه وخدعت شريف اكرامي. وبعدين في الدقيقه 91 بركات بيعمل كره عرضيه لجده اللي طلع بدماغه وحط هدف الفوز للأهلي 2-1.
سوبر 2012. انا جايب لكم بقى ايه، بشكر زملائي طبعا احمد سعيد في الاخراج وفريق الاعداد كله بقياده احمد درويش ومحمد عراقي، شغل هايل كل طاقم العمل بصراحه، المخرجين والاعداد جايب لنا تاريخ السوبر كله. وهنا ساعتها كابتن وائل جمعة هو كابتن النادي الاهلي بيتسلم كاس البطوله من كابتن عامر حسين والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ساعتها. بعديها بقى في 2013 برضو السوبر اتلغى، ده السوبر بتاع 2014 الاهلي والزمالك برضو في النهائي. وانا فاكر السوبر ده الزمالك الاهلي ضيع ضربتين ترجيح وبعدين الزمالك ضيع ورجع للماتش. الزمالك كان قرب جدا ان هو يكسب السوبر ولكن الزمالك ضيع ضربتين وبعدين الاهلي كسب كاس السوبر في 2014 بركلات الترجيح 5-4. وحسام غالي بيتسلم كاس السوبر من الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري والدكتور اشرف صبحي، وفوز الاهلي بالسوبر في 2014. نروح ل 2015، الزمالك كان بطل الدوري والاهلي بطل الكاس. المباراه دي اتلعبت في الامارات اعتقد في ملعب نادي العين، هزاع بن زايد في العين في الامارات. ومباراه كانت جامده جدا، كان فيريرا بقى مدرب الزمالك البرتغالي، كان زي ما انتم شايفين المدرجات اهلي وزمالك زمالك واهلي ومنظر جميل جدا. تقدم عمر جابر للزمالك وبعدين اتعادل عبد الله السعيد وبعدين مؤمن زكريا جاب عبد الله السعيد جاب جولين ورا بعض من ضربتين جزاء بقت 2-1. وبعدين الزمالك ضيع، انا فاكر ضربه جزاء يوميها كهربا ضيع ضربه جزاء والزمالك كسبان 1-0، كهربا ضيع ضربه جزاء والاهلي احرز الهدف الثالث عن طريق مؤمن زكريا، ربنا يشفيه كده تاني مؤمن يعني يا رب ويرجع تاني يتالق وان شاء الله احنا عايزينه بس يخف، مش مهم بقى يلعب كوره ما يلعبش كوره، المهم يخف ويسترد صحته باذن الله، ربنا يشفيه يا رب كلنا بندعي له. وبعدين بقت النتيجه 3-1 وبعدين كهربا جاب جون في الوقت الضايع في اول دقيقه في الوقت الضايع بقت 3-2 ولكن الاهلي كسب الزمالك ساعتها في 2015 3-2. وهنا كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي الاثنين بيتسلم كاس السوبر، حسام غالي طبعا كابتن النادي الاهلي وكان عايز عماد متعب يشيل الكاس معاه، عماد رفض خلى حسام وكان المباراه في الامارات وفاز الاهلي بالسوبر 3-2 بعد مباراه قويه امام الزمالك. 2016 نهائي مكرر، المره دي كانت اعتقد في ملعب الجزيره برضو في الامارات، ملعب نادي الجزيره في ابو ظبي، والفرقتين اتعادلوا 0-0 ولكن الزمالك كسب بضربات الترجيح 3-1. 3-1 لصالح الزمالك في 2016 عن طريق ضربات الترجيح. احمد حجازي كان لسه في الاهلي. جنش حارس الزمالك. ده اسامه ابراهيم لاعب الزمالك الظهير الايمن ودلوقتي بيلعب في البنك الاهلي. كابتن محمد حلمي كان مدرب الزمالك وكابتن حسام البدري كان مدرب الاهلي. صالح جمعه بيضيع، جنش بيصد، وحسام باولو بقى واحمد جعفر وستانلي برضو اجيال مختلفه. وده احمد رفعت كان لسه في الزمالك دلوقتي في المصري احرز هدف اهو من ضربه ترجيح. وساعتها الزمالك كسب الاهلي 3-1 بضربات الترجيح. حسام غالي هيضيع الكوره دي، انا فاكر ساعتها حتى قال لك حسام غالي مش عارف حط الكوره في الساعه، مش عارف كان ليها تعليق كده ساعتها طريف. والزمالك فاز بالسوبر 3-1 واستمرار بقى للتنافس الشديد والصراع الكروي ما بين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. ابراهيم صلاح كان ساعتها كابتن الزمالك وباسم مرسي واسلام جمال والزمالك بيرفع كاس السوبر في الامارات في 2016. نروح ل 2017 والكره يعني الهدف ده شهير جدا، الاهلي والمصري واحمد احمد مسعود حارس المصري يعني في الدقيقه ايه 101 في الوقت الاضافي اخطا يعني خطا لا يغتفر، اعتقد جمهور النادي المصري ما ينساش الماتش ده ابدا. وقدر الاهلي انه يفوز بهدف وليد ازارو، احمد مسعود عايز يعمل فيها حريف ويرقص رغم ان المصري كان كويس جدا في الماتش ده ولكن اهو بصوا عايز يرقص وليد ازارو
وليد ازارو خد الكوره وحطها في المرمى وكان هدف فوز الاهلي بالسوبر المصري. وهنا كان حسام عاشور كابتن النادي الاهلي بيتسلم الكاس من كابتن محمود الخطيب وفرحه لعيبه النادي الاهلي. ده كام؟ 2017 1-0 الاهلي على النادي المصري في الامارات، كان مؤمن زكريا برضو موجود مع الاهلي. نروح لسوبر 2018 الاهلي والزمالك 3-2 في استاد برج العرب 2018، اللي هو ده بقى ده السوبر قبل الاخير. 2018 تقدم جونيور اجايي للماتش ده، كان غريب جدا، الاهلي تقدم 3-0 وبعدين الزمالك اتعادل، كان هيتعادل جاب جولين وكان هيتعادل والماتش خلص 3-2. الاهلي في الشوط الاول كان جامد جدا والزمالك في الشوط الثاني كان جامد جدا، ماتش غريب قوي. وده الهدف الثاني اهو للاهلي عن طريق حسين الشحات، بقت النتيجه 2-0 للاهلي في الشوط الاول. الشوط الاول خلص 2-0 للاهلي، حسين الشحات رقص بشكل كويس قوي وشط وبعدين اتصدت ورجعت تاني من دفاع الزمالك وحطها حسين الشحات، بقت النتيجه 2-0. الشوط الاول خلص 2-0 وفي اول دقيقتين في الشوط الثاني قدر جونيور اجايي يحرز الهدف الثالث والنتيجه بقت 3-0 لصالح الاهلي. قلنا خلاص الماتش بقى ايه، نتيجه كبيره للاهلي، ولكن الزمالك انتفض بعد كده وجاب جونين والمباراه بدات تتغير وكان ممكن الزمالك يتعادل. كره اتقطعت من شيكابالا رمضان صبحي وساعتها كان يعني في اعتراضات من الزمالك، قال لك الكره دي فاول، وجونيور اجايي احرز الهدف الثالث، بقت النتيجه 3-0. وبعدين ضربه جزاء للزمالك، مصطفى محمد عرقله الشناوي لمصطفى محمد ودخل محمود علاء احرز الهدف الاول في الدقيقه 64 الشوط الثاني، وبقت النتيجه 3-1. تاريخ برضو يعني ماتشات الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، وبعدين ضربه جزاء لاشرف بن شرقي دخل محمود علاء برضو بقت 3-2، وكانت في الدقيقه 76 وكان ناقص حوالي ربع ساعه لنهايه المباراه، ولكن الاهلي قدر يحافظ على تقدمه ويكسب الزمالك 3-2 في السوبر 2018. حسام عاشور بيرفع السوبر، حسام عاشور دلوقتي بيلعب في الاتحاد السكندري، وفوز الاهلي بالسوبر 2018 3-2 الاهلي على الزمالك. اخر بطوله بقى كانت في 2000 اللي هي بطوله 2019، بس المباراه اتلعبت في فبراير 2020 يعني من حوالي سنه ونص، واتلعبت في الامارات، الزمالك والاهلي، ابو جبل هنا كان حارس الزمالك. الماتش ده اللي كان فيه شويه مشاكل كده، والزمالك طارق حامد اهو، الزمالك كان لابس ازرق وتألق ابو جبل، وده بادجي اليو بادجي برضه صد ابو جبل، وده عبد الله جمعه احرز هدف الفوز. كانت المباراه دي 0-0 وبعدين الزمالك كسب بضربات الترجيح 4-3 وتوج نادي الزمالك بلقب بطل السوبر المصري. دي كانت اخر سوبر، اخر سوبر اتلعب، كان سوبر بتاع موسم 2019 بس اتلعب في 2020. السوبر اللي احنا هنلعبه بكره بتاع سنه بتاع الدوري اللي قبل اللي فات، ان هو اتاخر بسبب الكورونا والاحداث والدوري اللي كان مضغوط والكلام ده. شيكابالا اهو بيتسلم سوبر 2019 2019 ورقصته الشهيره واحتفاله بكاس السوبر في 2019. ده تاريخ بطوله او كاس السوبر المحلي، السوبر المصري من 2001 حتى 2019. السوبر بتاع بكره هيبقى بطوله 2020، الدوري بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت او الدوري اللي قبل اللي فات. طيب يعني كده الاهلي واخد السوبر 11 مره، الزمالك واخد السوبر 6 مرات، الاهلي اكتر فريق وصل لمباراه السوبر، وصل 14 مره، اتغلب 3 مرات في السوبر وكسب السوبر 11 مره، وهم اربع فرق بس اللي خدوا السوبر من ساعه ما اتعمل في 2001، الاهلي، الزمالك، المقاولين العرب، وانا كنت موجود في المباراه دي زي ما قلت لكم وكسبت مع المقاولين السوبر المصري، وحرس الحدود، هم دول الاربع فرق بس اللي كسبوا بطوله السوبر. الاهلي 11 مره
الزمالك 6 مرات، المقاولين العرب مرة، وحرس الحدود مرة. يعني كام كده؟ 17 مرة 19 مرة. ده السوبر رقم 20 اللي هيتلعب بكرة، السوبر رقم 20. طيب ده بالنسبة لتاريخ بطولة السوبر. خلينا ناخد بقى المواجهات الأهلي وطلائع الجيش. هجيب لكم آخر مواجهات ما بين الأهلي وطلائع الجيش. ومن شوية شفنا طبعا نهائي كاس مصر اللي هو كان في نهاية 2019، بطولة كاس مصر اللي الأهلي والجيش اتعادلوا 1-1 والأهلي كسب بضربات الترجيح. تاريخ مواجهات الفرقتين بقى في كل البطولات، لعبوا مع بعض 31 مباراة، 29 دوري وماتشين في الكاس. الأهلي كسب 25 مرة، تصدقوا؟ يعني أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. الأهلي كسب الجيش 25 مرة، كسب طلائع الجيش 25 مرة. الجيش عمره ما كسب الأهلي. بس الفرقتين اتعادلوا 6 مرات، يعني الفرقتين لعبوا مع بعض 31 مباراة. النادي الأهلي كسب نادي طلائع الجيش 25 مرة واتعادلوا 6 مرات. الجيش عمره، طلائع الجيش عمره ما كسب الأهلي قبل كده، ولا في دوري ولا في كاس. أحسن نتيجة الجيش طلائع الجيش عملها مع الأهلي كانت تعادل. أنا أول مرة والله دلوقتي وأنا بقرا الإحصائيات دي أعرف إن طلائع الجيش عمره ما كسب الأهلي. هل يعملها الجيش بكرة؟ طلائع الجيش بكرة أمام الأهلي؟ هنشوف بقى الفريق بكرة بالنسبة لطلائع الجيش وبالنسبة للأهلي. هدافين مواجهات الأهلي وطلائع الجيش، محمد أبو تريكة جايب 8 أهداف، عماد متعب 7، و عبد الله السعيد 5، وجونيور أجاي 4، وفلافيو 3. مباراة الدور الأول في بطولة الدوري، وكسب الأهلي طلائع الجيش، وجونيور أجاي أحرز الهدفين. طيب أنا معايا يعني 95% من تشكيلة الأهلي بكرة أمام طلائع الجيش، بس مش عارفين طلائع الجيش هيلعب إزاي، إن طبعا في صفقات جديدة فريق طلائع الجيش. الله أعلم كابتن عبد الحميد بسيوني هيحط مين. وزي ما قلت لكم حتى آخر صفقة فريق طلائع الجيش عملها كان عمر جابر، النادي طلائع الجيش خدوا إعارة سنة من نادي بيراميدز. الأهلي فرقته معروفة، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني بكرة هيلعب باك رايت أو ظهير أيمن، ظهير أيسر علي معلول، في قلب الدفاع بدر بنون وأيمن أشرف، في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية، 2 وسط مدافع، وهيلعب مجدي قفشة كلاعب وسط طبعا رقم 10، حسين الشحات ناحية اليمين. ناحية الشمال بقى لسه في طاهر محمد طاهر وفي ميكيسوني، ممكن يلعب طاهر محمد طاهر او ممكن يلعب ميكيسوني. طاهر لسه كان مصاب ولسه راجع من اصابه، فهل يكون ميكيسوني هو اللي هيبدا مباراه بكره مع النادي الاهلي؟ هنشوف برضه عشان ما اقدرش اقول لكم يعني بنسبه 100% ان دي اول مباراه للاهلي في الموسم الجديد. وبرضه في احمد عبد القادر موجود، في عمار حمدي، دي انا بتكلم على قائمه الاهلي يعني اللي موسيماني اختارها. ومهاجم الاهلي بكره 100% اللي هيبدا محمد شريف. محمد شريف هو المهاجم الاول والمهاجم الاساسي في النادي الاهلي. هو الاختلاف بس فين؟ في الاثنين اللي تحت الفيرود، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ولا حسين الشحات وميكيسوني، ولا احمد عبد القادر وعمار حمدي، الله اعلم. يعني هم دول بس اللي احنا مش قادرين نحددهم، الاثنين اللي هيلعبوا تحت محمد شريف وجنب محمد مجدي قفش.
لكن بقيه الفرقه ثابته، وعلي معلول ظهير ايسر، محمد هاني ظهير ايمن، بدر بنون وايمن اشرف في قلب الدفاع، الشناوي حارس مرمى، حمدي فتحي والسوليه، محمد شريف حاجز مكانه في التشكيله الاساسيه، قفشه حاجز مكانه في التشكيله الاساسيه، لكن الاجنحه بتاعت النادي الاهلي او اللعيبه المهاجمين اللي بيلعبوا من تحت محمد شريف، بكره بقى موسيماني هيقول لنا ايه القصه. طبعا في ميكيسوني اللعيب الجديد، ميكيسون، احمد داروش بيقول لي اسمه ميكيسون مش ميكيسوني، هو اسمه ميكيسون، ده الاسم الصحيح للاعب النادي الاهلي الجديد. طيب خلينا بقى ايه نكمل اخبارنا بعد ما شفنا تاريخ السوبر. الاهلي بيتفق مع علي معلول على التجديد لمده موسمين، والاعلان عن التجديد هيكون بعد السوبر. الاهلي زود عقد علي معلول لمده موسمين، وبرضه زود القيمه الماليه، ويعني خلاص النادي الاهلي في بينه وبين علي معلول زواج، يعني نقدر نقول ان هو ماشي كويس جدا مع النادي الاهلي، من اللعيبه المهمه جدا، وما شاء الله يعني الاهلي كمان عايز يجدد سنتين مع علي معلول، واتفقوا على التجديد، وهيتم الاعلان عن التجديد بعد مباراه السوبر. الاهلي بيوافق على طلب محمد محمود ان هو يبقى في النادي الاهلي ما يطلعش اعاره، والنادي الاهلي وافق على القصه دي. وزي ما قلت لكم قبل ما نستعرض تاريخ السوبر للمباراه بكره بالصفقات الجديده، اتحاد الكوره سمح للفرقتين يلعبوا بالصفقات الجديده، وفي حاله التعادل في الوقت الاصلي هيكون في اكسترا تايم او وقت اضافي. طيب نروح للزمالك ونشوف الزمالك اخباره ايه، وخبر مؤسف برضه من نادي الزمالك، يعني حاجه تزعل، في حاجات كده تزعل الزمالك بيتعرض لها، والله يكون في عون بصراحه المسؤولين الحاليين في نادي الزمالك، بيشيلوا اخطاء السابقين كل يوم. يعني اقول خبر سيء ان في مثلا نادي او لعيب او مدرب عايز فلوس من نادي الزمالك، اجنبي، نادي ماريتمو البرتغالي بياخد حكم على نادي الزمالك حكم نهائي بمليون و200 الف دولار، مليون و200 الف دولار، يعني حوالي نقدر نقول كام، مليون دولار يعني حوالي 15 مليون و700، 200 الف دولار يعني حوالي 3 مليون وشويه، يعني نقدر نقول حوالي 19 مليون جنيه. نادي ماريتمو البرتغالي خد حكم نهائي على نادي الزمالك انه يدفع، الزمالك يدفع مليون و200 الف دولار، والله العظيم حاجه تزعل. يعني الفتره اللي فاتت دي يا جماعه شفنا كميه شكاوي وقضايا على نادي الزمالك، لو جبل، لو جبل يتهد. يعني نادي الزمالك ده بصراحة فعلا طلع نادي قوي جدا جدا، ان هو رغم القضايا اللي الزمالك اتدبس فيها، اتدبس فيها، يعني مسؤولين سابقين ما كانوش بيدفعوا مستحقات اللعيبة، مستحقات المدربين وخصوصا الأجانب، دبسوا نادي الزمالك. الزمالك بيعاني دلوقتي من الأزمات دي والقضايا والمشاكل والشكاوي دي بسبب إن عدم التزام مسؤولين سابقين إن هم ما يدفعوش المستحقات المدربين ويفسخوا التعاقد بشكل غير قانوني. يعني لو عدت لكم مش هنخلص، أتشيمبونج وحمدي النقاز ومعروف يوسف وجراس وباتشيكو، كل الناس دي، وفيريرا، أكتر من كده يعني أنا مش متذكر الأسماء دلوقتي، لكن كمية مشاكل وشكاوي وقضايا الزمالك خسرها بسبب مسؤولين سابقين غرقوا نادي الزمالك، بيعاني منها دلوقتي نادي الزمالك. فأنا بقول بقى وهقول تاني، كابتن حسين لبيب والمجلس الحالي أبطال، والله أبطال، إن هما بيقدروا يحلوا المشاكل دي كلها. غير بقى إيه، يعني أنت دلوقتي عليك أهو مليون و200، خلي بالكم موضوع ماريتمو ده كان أيام محمد إبراهيم، محمد إبراهيم نادي الزمالك، لاعب نادي الزمالك، لما انتقل لنادي ماريتمو البرتغالي كان في لعب في الانتقال محمد إبراهيم، والمسؤولين في نادي الزمالك ساعتها بوظوا الدنيا في الموضوع ده. فنادي ماريتمو بدل ما الزمالك ياخد فلوس من نادي ماريتمو البرتغالي عشان محمد ابراهيم لاعب الزمالك هيروح يلعب في ماريتمو البرتغالي، لا ده الزمالك اللي اتحكم عليه بفلوس مليون و200 الف دولار، يعني حاجه طبعا تزعل. فبقول ان الكابتن حسين لبيب بشكره، ويعني عايز اقول ايه، المجلس الحالي مقاتلين بيحاولوا يحلوا جميع المشاكل، غير بقى ان هم عندهم ايه، مستحقات وعقود لعيبه سواء في كره القدم او في الهاندبول او في الباسكت او الطايره او الالعاب الفرديه،
عندهم مش عارف الكهرباء والمستحقات ايه والاوقاف والارض النادي في 6 اكتوبر ديون لا حصر لها، ولكن هم واقفين زي الاسود. فتاني بحيي الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك واعضاء المجلس الحاليين ان هم قادرين يوقفوا نادي الزمالك على رجله رغم الديون والمبالغ بالملايين بالملايين. لو عدت لكم كده يعني انا مش عايز اتكلم في القصه دي كتير، بس عشان جماهير الزمالك تعرف ان الناس دي بتحارب وكل يوم يطلع لها مشكله، كل يوم يطلع لها مشكله، ده غير الحاجات اللي هم عملوا لها تسويه. فموضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا. طيب خلينا برضو نقول لكم خبر برضو في مشكلة الزمالك بيتعرض لها اللي هي بتاعت إيقاف القيد. وفي لاعب زي مثلا سيف الجزيري، اللاعب ده لاعب تونسي مهاجم نادي الزمالك، كان جاي إعارة من نادي المقاولين العرب في الموسم اللي فات، الزمالك اشتراه بشكل نهائي. فهل سيف الجزيري هيبقى لعيب جديد هيتقيد بعقد جديد والزمالك القيد بتاعه موقوف، ولا سيف الجزيري هيتحسب لعيب قديم كان موجود السنة اللي فاتت؟ يعني لو سيف الجزيري اتحسب لعيب جديد مش هيتقيد، مش هيلعب مع الزمالك بسبب ايقاف القيد. فانا معايا وكيله علاء اباظه وكيل اللاعب سيف الجزيري عشان اعرف قصه سيف الجزيري هتخلص ازاي، هيتقيد لعيب جديد ولا هيتقيد لعيب قديم، هيشارك مع الزمالك السنه دي في الدوري مش هيشارك بسبب مشكله ايقاف القيد من خلال الاتحاد الدولي لكره القدم. يا استاذ علاء ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك كابتن كريم؟ اخبارك ايه يا استاذ علاء؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. انت مدير اعمال سيف الجزيري صح؟ اه بالظبط كده. طيب احكي لي قصه سيف الجزيري، يعني جمهور الزمالك قلقان ان سيف الجزيري ما يعرفش يتقيد مع نادي الزمالك في الموسم الجديد. كابتن كريم، هو سيف الجزيري انتقل من نادي المقاولين العرب لنادي الزمالك شهر يناير. ايوه. على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. تمام. مع احقيه الشراء بناء على رغبه نادي الزمالك. تمام. فعلا جينا في شهر 7 نادي الزمالك بلغ نادي المقاولين بتفعيل بند الشراء. ايوه. ومضينا عقد لمده 3 سنين. بدايته 21/22. تمام. بدايته كام؟ 21/22 اللي هو الموسم اللي داخل علينا ده. بالظبط كده. تمام. عقد جديد لان العقد الاعاره كان لمده 6 شهور. تمام. من يناير لنهايه الموسم. بس. طب ما كده يعني المفروض لعيب يعتبر لعيب جديد في نادي الزمالك. يعتبر لعيب جديد بس هو لعيب نادي الزمالك ملتزم بعقده مع الفرقه. انا فاهم، بس انا بتكلم على مشكله القيد كده بالشكل ده وايقاف القيد في نادي الزمالك، سيف الجزيري مش هيتقيد لغايه ما مشكله القيد تتحل. لغايه ما مشكله القيد تتحل بالظبط كده. يعني لو ما اتحلتش مشكله القيد سيف الجزيري مش هيعرف يشترك مع الزمالك في الدوري او في اي بطوله. بالظبط كده. صح؟ بالظبط كده. مفيش حلول كده للموضوع ده؟ ما يعني ما اتكلمتوش مع اتحاد الكوره توجدوا حل للموضوع ده ولا؟ والله اللي انا اعرفه ان المفروض ان في رد الفيفا جاي اعتقد 4 أو 5، وعلى اساسه هيبدا التعامل مع القيد بالنسبه للعيبه الجديده. مشكلة. أنا شايف الموضوع ده مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة. إن كده الزمالك هيفقد سيف الجزيري، هيفقد. لا هقول لحضرتك حاجة يا كابتن كريم، هو سيف يعني موجود مع نادي الزمالك بأي شكل كان، يعني سيف إحنا مش هنتحرك غير من خلال إدارة نادي الزمالك. ما طبعا أنا فاهم، أنا بتكلم على القيد يعني إن هو يتقيد ويكون موجود مع الفرق. ما القيد دي حاجة مش هنقدر نفصل فيها غير يوم الأربعاء أو الخميس أعتقد. هو انا سامع الزمالك هيخلص المشكله خلاص بتاعت حسام اشرف مع النادي الكاميروني، وهيكلم الفيفا على اساس ان هو خلاص سوى الموضوع مع النادي الكاميروني. هل بقى الفيفا هيفتح القيد للزمالك مره اخرى، ولا ده قرار نهائي من الفيفا وان القيد مش هيتفتح؟ والله انا مش عارف نص العقوبه ايه، بس اعتقد العقوبه جايه بشقين، شق مادي وشق يعني عقوبه اداريه يعني اللي هو ايقاف القيد. بالظبط كده. طيب سؤال بقى، لو ما تقيدش سيف الجزيري والمشكله استمرت بالنسبه لنادي الزمالك، هل ممكن سيف الجزيري ينتقل لنادي اخر لمده موسم لغايه ما المشكله تخلص ويرجع تاني نادي الزمالك، ولا ايه بالظبط؟
برضو من خلال طبعا من خلال من نادي خلال الزمالك. نادي الزمالك اكيد يعني. طبعا من خلال نادي الزمالك يقدر يتنقل بعقد ثلاثي ما بين اللعيب والنادي الجديد، لان هو ساعتها مش هيبقى في قائمه نادي الزمالك عشان يطلع اعاره. انا فاهم. بس انا قلت الكلام ده امبارح. يبقى بعقد ثلاثي ما بين النادي واللاعب والنادي الجديد. سامع كده برضو ان كان في عرض من بيراميدز لو الزمالك ما عرفش اي سيف الجزيري، هل ممكن ينتقل لبيراميدز فعلا ولا الكلام ده؟ هو كل الاختيارات متاحه، بس مش بنفكر في اي حاجه غير في القرار بتاع الفيفا اللي هيجي يوم الاربعاء والخميس. يوم الاربعاء والخميس. يعني كل الاختيارات متاحه. لسه هنشوف القرار ايه ونقعد مع الاداره ونتكلم. ناس محترمه جدا وربنا يكون في عونهم، عندهم شيله كبيره جدا. ايوه بس انا السؤال اللي انا عايز اساله لك برضه انت ما ردتش عليه، بيراميدز بعت عرض فعلا لسيف الجزيري؟ انا سمعت الكلام لا، ده. محدش بعت عرض. محدش بعت عرض رسمي. لكن لا ولا بشكل شفوي حتى او ب ولا بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني بمجرد ما سيف جدد عقده في شهر 7 فاحنا يعني قافلين ودنا خالص عن موضوع مركزين مع الزمالك. بالظبط كده، تمام. هو نادي الزمالك وبس. بشكرك يا استاذ علاء، استاذ علاء اباظه طبعا مدير اعمال سيف الجزيري، وزي ما قلت لكم مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك في الفتره الحاليه. حمزه المسلوسي بيشارك في تدريبات الزمالك، كانت خبط كده كدمه في التدريب اللي قبل اللي فات، والزمالك دلوقتي في معسكر في برج العرب في اسكندريه يستعد للموسم الجديد مع باتريس كارتيرون. شيكابالا غايب عن معسكر الزمالك ان هو كده كده موقوف، فيعني واخد راحه كده من التدريبات وهيعود خلال الفتره القادمه ان شاء الله. معين الشعباني النهارده مدرب النادي المصري المدرب التونسي وصل القاهره وسافر على طول على بورسعيد قاد تدريب النادي المصري. معين الشعباني في اول يوم ليه بقى في مصر مع النادي المصري، نتمنى له التوفيق ونتمنى للنادي المصري ان شاء الله التوفيق خلال الفتره القادمه ويكون موسم قوي زي ما قلت لكم. ده اهو في بورسعيد اهو جماهير المصري يعني بتحتفل بمعين الشعباني في بورسعيد لما اول ما وصل بورسعيد. احتفال بمعين الشعباني في بورسعيد لقيادة النادي المصري أو تدريب النادي المصري. طبعا مدرب مميز جدا كابتن معين الشعباني، وعمل تاريخ قوي جدا الفترة اللي فاتت مع نادي الترجي، وكسب الدوري أبطال أفريقيا مرتين، كسب الدوري التونسي، كسب كاس تونس، يعني عمل تاريخ كويس جدا وسيفي كويس جدا لكابتن معين الشعباني. معاه طبعا كابتن مجدي تراوي المدرب العام اللي كان معاه في نادي الترجي برضو المدرب التونسي. ويعني انا شايف برضو احتفال بورسعيدي حلو بكابتن معين الشعباني، هيديله برضو يعني سعاده ان الراجل جاي مصر وماسك نادي كبير زي النادي المصري. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب خلينا نروح للاستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، نبارك له بقى على تعاقد مع معين الشعباني وان شاء الله يكون اضافه قويه للنادي المصري. وانا عارف دايما ان النادي المصري خلال السنوات الاخيره بيفكر ان هو في المنافسه على البطوله والتواجد دايما في المربع الذهبي، وايضا النادي المصري بيلعب دايما في الكونفدراليه ومتواجد في البطوله اللي شغاله دلوقتي في الكونفدراليه. خلينا نروح نشوف استاذ محمد الخولي ونشوف اخبار النادي المصري. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ حبيبي ازيك يا كيمو؟ ازيك حبيبي؟ الله يخليك. وحضرتك طيب؟ الله يخليك حبيبي الله يخليك. انا شايف زفه بورسعيديه حلوه قوي لكابتن معين الشعباني. طبعا طبعا، يعني انت عارف تجمهور مصر وجماهير بورسعيد كان في انتظار طبعا وصول الكابتن معين الشعباني وكابتن مجدي. يعني اعتقد ان هو استقبل النهارده احسن استقبال في مدينه بورسعيد، حاجه محترمه جدا جدا. الراجل كان سعيد جدا جدا بالاستقبال زي ما انت شفت كده، يعني استقبال محترم في جماهير النادي المصري. دي العاده يعني كعاده جمهور النادي المصري وشعب بورسعيد. كابتن كريم، اعتقد ان حافز قوي جدا جدا للكابتن كابتن معين والكابتن مجدي النهارده، استقبال يليق بيهم داخل مدينه بورسعيد. هتعملوا مؤتمر صحفي بقى للتعاقدات والصفقات والكابتن معين ولا اكتفيتوا بالظبط كده؟ يعني بالظبط ان شاء الله في مؤتمر صحفي ان شاء الله، احتمال يبقى جمعه ان شاء الله، جمعه ان شاء الله جمعه على اعلى مستوى. يعني المؤتمر الصحفي على اعلى مستوى لتقديم طبعا كابتن معين والجهاز الفني وتقديم مجموعه اللعيبه الجديده ان شاء الله اللي تعاقد معاها النادي. التعاقد مع كابتن معين الشعباني يا استاذ محمد لمده موسم ولا اكتر؟ لا، لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها لمده موسم.
لأوضة موسى. إن إحنا راجل راجل بمنتهى الأمانة عنده مشروع ومشروع كبير جدا جدا جدا، وفي خلال يعني في خلال 48 ساعة هيقدمه إن شاء الله لإدارة النادي المصري طيب ومجلس الإدارة إن شاء الله. مشروع يعني طويل الأمد يعني. مشروع طويل الأمد يعني أقل حاجة موسمين بقى. اعتقد كده يعني مش اقل من المسلمين، لكن لكن احنا نتمنى طبعا. هو اسم كبير واسم كبير في افريقيا كابتن كريم، واسم ليه تأثيره داخل القاره الافريقيه كابتن مانيش شعبي اكيد. طيب عايز اعرف الصفقات كلها للنادي المصري تعاقد معاها في الموسم الجديد، وعايز اعرف كمان هتلعبوا ماتشاتكم في الدوري فين، وانا عرفت ماتشات الكونفدراليه يا اما في استاد اسكندريه او استاد السويس الجديد، لكن ماتشات الدوري هتتلعب فين بالنسبه للنادي المصري؟ وايضا عايز اعرف بقى الصفقات الجديده كلها للنادي المصري حتى الان. يمكن احنا لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها تعاقدنا مع 8 لعيبه. تعاقدنا مع احمد الشيخ، مع عمرو باعي، اسلام جمال، مع احمد علاء، مع اسلام المزين. مع اسلام المزين ده اللي هو بتاع نادي الحمام صح؟ بالظبط نادي الحمام المطروح. مساك نجم واعد ان شاء الله، واسمه واعد ان شاء الله في الكره المصريه حاجه محترمه جدا، مواليد 2001. مع اسامه الجزار بردك 2001 بردك اسامه الجزار. ايوه كان لاعب نادي الزمالك وكان لاعب اتحاد القضاء في الامارات. لعيب ان شاء الله بنتوسم فيه ان شاء الله، اللي هو يبقى اللعيبه الكبيره جدا داخل قدام مصر. اللاعب محمد بلح طبعا نجم منتخب فلسطين ولاعب الدوري الفلسطيني. مهاجم يعني مش عاوز انسى حد كده كده، ما انا عديت كده كده حوالي سبعه. سبعه. وفي اسلام جمال برضه من طلاع الجيش المساك. اسلام جمال. اسلام جمال واحمد علاء قلتهم لك، ويمكن احمد الشيخ قلت لك احمد الشيخ وبلح والياس الجلاص طبعا التونسي نجم التونسي. طبعا صانع الالعاب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله يبقى نجم من نجوم النادي المصري السنه دي ان شاء الله. سامع كمان ان في كلام مع احمد حمودي. والله لسه يعني، يمكن انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن يعني احنا كنا في انتظار طبعا الكابتن معين الجديدي ويشوف الفرقه على ارض الواقع ويشوف التيم على ارض الواقع ويشوف احتياجاته، يعني لو في اي احتياجات للكابتن معين اكيد هتتنفذ على طول في اي مركز. لكن احنا كان مهم جدا جدا نقفل كل الاماكن الناقصه عندنا والحاجات اللي كانت ناقصه عندنا، وبالذات في مركز خط الدفاع او قلب الدفاع. المهم كان عندنا عجز جامد في الحته دي. انتوا جايبين ثلاثه اهو، اسلام المزين واحمد علاء واسلام جمال، ده خط دفاع بالكامل يعني. بالظبط يعني بالظبط زي ما انت حضرتك بتقول كده. اتمنى يعني اتمنى التوفيق للجميع، واتمنى التوفيق لمجموعه اللعيبه الجديده مع القوام المحترم اللي معانا من السنه اللي فاتت، القوام الاساسي اللي معانا من السنه اللي فاتت. اعتقد ان شاء الله ان شاء الله نتمنى مع تكاتف الجميع داخل مدينه الصعيد ان شاء الله ان شاء الله نعمل موسم محترم. هتلعبوا الدوري فين؟ ملعبكم ايه السنه الجايه في بطوله الدوري؟ الموافقات الامنيه لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها في برج العرب. برج العرب الامنيه. الواقعه الامنيه في برج العرب، لحتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها. تمام. احمد رفعت انا سامع جاي له عروض كتير، وانتوا رافضين تماما بيع احمد رفعت. لا يعني بمنتهى الامانه احمد رفعت نجم نجوم الدوري المصري، وحد 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 احنا بنقدره كنجم داخل الدوري المصري، عشان كده احنا يمكن اخذنا قرار داخل قدام النادي المصري ومجلس الاداره طبعا برئاسه الباشمهندس سامح حلبيه، ان احمد رفعت مش للبيع رقم واحد. نكمل معانا السنه دي ان شاء الله، مفيش مشكله خالص خالص خالص. واعتقد حتى العروض مفيش ولا عرض رسمي حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها وصل للنادي المصري. حتى العروض اللي عن طريق الوكلاء والكلام ده اعتقد اللي هي لا طريق باسم احمد رفعت، وما تلاقيش اسم احمد رفعت ونجوميه احمد رفعت كابتن. تمام. نتمنى لكم التوفيق. انت عارفين كلنا بنحب النادي المصري وشعبيه كبيره وجماهيريه كبيره جدا في بورسعيد، نتمنى التوفيق للنادي المصري دايما، وتعملوا موسم قوي مع كابتن معين الشعباني ومع سواء اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده او الصفقات الجديده في النادي المصري. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري. طيب عايز اقول لكم خبر مهم برضو النهارده، وزاره الرياضه اصدرت بيان بتقول ان جميع الانتخابات
بالنسبة للهيئات الرياضية أو الأندية الرياضية هتقام في موعدها. المفروض أنت عارفين الانتخابات في الأندية والهيئات الرياضية اللي هي الاتحادات الرياضية المختلفة هتقام في شهر 11، يعني في نهاية أكتوبر أو في بداية شهر 11. فوزارة الرياضة قالت إن الانتخابات هتتعمل في كل الأندية والهيئات الرياضية بجميع إجراءاتها الوقائية وحسب لائحة النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل نادي. فعشان كان في كلام بيقول لك ايه ان بعض الانديه هتاجل انتخاباتها، مش هيتعمل انتخابات، بعض الاتحادات مش هتتعمل انتخابات، لا، وزاره الرياضه النهارده نزلت بيان وقالت ان كل الانتخابات في كل الهيئات الرياضيه اللي هو الاتحادات وايضا الانديه هتقام في موعدها، وهيبقى في انتخابات في جميع الانديه وجميع الهيئات الرياضيه. طيب انا اقول لكم كده ملخص سريع. كيروش هيحدد مصير قائمة المحترفين القائمة النهائية بعد مباراة السوبر. انتوا عارفين امبارح كيروش اختار عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين، وبرضه الراجل عايز يتفرج، واحنا قلنا امبارح انه عايز يشوف كل اللعيبة المحترفين، عمر مرموش واحمد حسن كوكا وسام مرسي طبعا مع محمد صلاح والنني واحمد حجازي واحمد حسن كوكا، الأربعة خمسة اللي دايما بيجوا معسكرات منتخب مصر، اللعيبة طبعا المهمة في منتخب مصر. فكيروش هيشوف كل الناس دي في التدريبات خلال الفترة الجاية، في معسكر لمنتخب مصر هيبدأ يوم 28 سبتمبر إن شاء الله، وفي مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30. المباراة دي هتبقى مباراة ودية استعدادية للماتشين بتوع ليبيا. الماتشين بتوع ليبيا خلاص تم تحديدهم، أول مباراة هتكون يوم 8 أكتوبر هنا في مصر عندنا في استاد برج العرب الساعة 9 بالليل، مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة هتتلعب الساعة 9 بالليل يوم 8 أكتوبر بإذن الله. 8 اكتوبر ده اعتقد يوم جمعه، ومباراه العوده هتكون 11 اكتوبر في ليبيا. طيب خلينا يعني واحنا بنكمل كده اخبار المنتخب نروح للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه عشان نشوف موضوع البيان اللي النهارده وزاره الرياضه اصدرته بخصوص الانتخابات اللي هتقام في كل الهيئات الرياضيه وايضا الانديه الرياضيه خلال الفتره القادمه. يا دكتور محمد ازاي حضرتك؟ اهلا بك يا كريم، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين، والف مبروك على البرنامج. الله يخليك يا دكتور محمد. يعني كنا بس عايزين حضرتك تقول لنا او تشرح لنا البيان اللي وزاره الرياضه النهارده اصدرته. يمكن النهارده بالفعل بيان صادر من الوزاره بخصوص العمليه الانتخابيه، اجراء العمليه الانتخابيه والتاكيد على توقيتاتها القانونيه. يمكن اللجنة الاستشارية العليا الخاصة بالإجراء الانتخابات وكمان اللي عدلت اللائحة الخاصة بالانتخابات استعدادا لإجراءها والخاصة بالهيئات الرياضية سواء الاتحادات الرياضية أو الأندية. طبعا أكدت اللجنة على إقامة الانتخابات في توقيتاتها المحددة سلفا وفقا للائحة المالية الموحدة، وكمان تم تعديل المادة سبعة الخاصة كمان بإرسال الهيئات الرياضية مواعيد إجراء انعقاد الجامعات العمومية للوزارة. كانت أيوة. الأول لمدة شهر بيبعت خلال شهر والوزارة بترد خلال 15 يوم، دلوقتي لا بقت خمس أيام ممكن يبعتوا خلال خمس أيام والوزارة بترد خلال ثلاث أيام. ده بيأكد على إقامة الانتخابات في موعدها في أسرع وقت. أيوة. وكمان عشان ما ندخلش في ذروة كورونا وممكن يحصل تأجيل وما إلى ذلك. تمام. يعني كل اتحاد حسب الميعاد بتاعه بالظبط. يعني في ميعاد مثلا يعني محدد، يعني المفروض يبقى الماكسيمم مثلا او اخر يعني في شهر معين، ولا كله في شهر 11 هتقام؟ هتبقى كله خلال شهر اكتوبر وشهر 11 ان شاء الله. خلينا ناكد لحضرتك وللساده المشاهدين هو ده اتعمل ليه. تمام. تحقيقا لمبدا الشفافيه والنزاهه وحوكمه الانتخابات بشكل كامل. تمام. بعد كمان ما اللجنه انتهت من اجراء التصنيفات الخاصه بالاتحادات الرياضيه. وانتخابات الانديه كمان هتكون في ميعادها. انتخابات الانديه انتخابات الانديه كمان في ميعادها وفقا كمان للوائح الداخليه للانديه. يعني كل نادي حسب لائحته الداخليه. تمام، دي حاجه كويسه جدا طبعا، عشان بقى عايزين نخش في عصر جديد كده، يبقى كل نادي بقى عنده مجلس اداره منتخب يقعد اربع سنين، كل اتحاد اهلي اي لعبه رياضيه برضه يبقى نفس القصه، يبقى في استقرار في الاتحادات. مهم جدا طبعا. مهم جدا يا كريم. ويعني ما فيش نيه لتاجيل اي حاجه في الانتخابات لاي هيئه رياضيه. لا نيه لتاجيل الانتخابات. تمام تمام. على كل الاتحادات وكل الانديه. باذن الله.
اجراءات الوقائيه بقى، انت عارف احنا في يعني في عصر الكورونا شويه، اكيد برضو انتوا عاملين اجراءات احترازيه في موضوع الانتخابات، ولا هتكون عامله ازاي؟ لا، هناك اجراءات احترازيه مشدده خلال خلال عقد الانتخابات، سواء في الانديه او في الاتحادات، وكمان باشراف كامل من اللجنه الاستشاريه العليا، كمان بالتنسيق مع الجهات الاداريه، وكمان بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه. ان شاء الله بشكرك دكتور محمد جدا، بشكرك، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الانديه والهيئات الرياضيه خلال الفتره القادمه في انتخاباتهم باذن الله. والنهارده زي ما قلت لكم وزاره الرياضه نزلت بيان بتؤكد اقامه الانتخابات في كل الهيئات الرياضيه وكل الانديه الرياضيه، كل نادي حسب لائحته الداخليه. هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كل. مفيش حاجه بتيجي بالسهل، عشان تبقى لعيب قوي وجسمك قوي والضغوط اللي بيتعرضها لعيب الكوره في التدريبات وفي الماتشات الرسميه والضغوط النفسيه، وان انت تكون نجم وبتفرق مع فرقتك، لازم يبقى جسمك قوي جدا. جسمك قوي جدا بثلاث حاجات: التغذيه السليمه، ودلوقتي في خبراء في التغذيه بالنسبه للرياضيين، موضوع ما بقاش كده يعني بيسموه جهجهوني، لا، في خبر التغذيه يقول لك كل واحد بيعمل تحاليل لجسمه، نشوف الاغذيه المناسبه ليه، السعرات الحراريه، الكميات، عدد الوجبات في اليوم. كل اللعيبه العالميين دلوقتي او كل الدول المتقدمه في الكوره وفي الرياضه بتشتغل من خلال خبير تغذيه لكل لعيب. كل لعيب ليه جسمه، ليه خصائص معينه، ليه طبيعه معينه، قدرته في التدريب محتاج سعرات حراريه قد ايه، محتاج مش عارف نشويات، بروتين. عشان تبقى عندك جسم قوي لازم تتغذى كويس جدا، لازم تنام كويس جدا، عدد كافي من ساعات النوم، لازم تتمرن كويس جدا بطريقه معينه. ان كل برضه رياضي بيبقى ليه تدريب معين، ليه جرعات معينه، يتدرب كام ساعه، يتدرب الاحمال البدنيه، الجيم. الموضوع بقى يعني علمي جدا، ولعيب الكره اللي بيوصل للمراحل زي ما شفنا محمد صلاح دلوقتي، محمد صلاح جسمه غير لما كان في مصر خالص في المقاولين العرب، غير لما كان في بازل. كل فتره بنلاقي محمد صلاح اقوى واسرع وبيطلع افضل حاجه عنده من خلال العلم في الرياضه، التغذيه والتدريب بشكل معين، والراحه اللي هي عدد النوم، الاستشفاء، الريكفري بعد الماتشات والتدريبات. كل الحاجات دي لازم تكون موجوده عندنا في مصر خلال الفتره القادمة. طيب، يعني في ناس بتروح تتعشى بالليل حواوشي في كفتة ومش عارف ايه، منبوظ جسمنا خالص. لكن التغذية السليمة يعني قال لك رونالدو مش عارف بياكل الكينوا وبياكل الافوكاتو ومش عارف اللحوم قليلة جدا، يعني ناس بتهتم. طبعا خلي بالكم اللي بيوصل للمراحل دي بيبقى فيه تضحيات كبيرة جدا، ما يبقاش عايش العيشة بتاعتنا العادية اللي احنا ناكل في اي وقت وناكل اي حاجة، لا، بيبقى ليهم اكل معين وبسعرات حرارية معينة بكميات معينة عشان يحافظ على جسمه ويكون جسمه قوي جدا. الناس كلها اتكلمت على محمد صلاح في الماتش اللي فات لما جاب هدف وقلع التيشيرت واحتفل مع الجماهير، ما شاء الله، الله أكبر، مش عايزين نحسده بس عشان ما يتعورش ولا حاجة، لكن شوف جسمه بقى عامل ازاي. بقى ان انت لعيب تبقى سريع جدا وتبقى قوي جدا، وخلي بالكم الالتحامات في كرة القدم مع السرعة مع الاحتفاظ بالكرة موضوع مش سهل، فلازم تبقى جسمك قوي جدا. طيب نكمل بسرعة أخبارنا، عشان بقى معانا علي غزال بعد شوية هيكون موجود. نادي فاركو بيعلن التعاقد مع اللاعب السوداني سيف تيري. سيف تيري لعيب كويس قوي، كان بيلعب في نادي المريخ السوداني وبيلعب في المنتخب السوداني، من الهدافين المميزين واللعيبة اللي عندها سرعات وقوة ومهارة. فأنا شايف صفقة كويسة جدا لنادي فاركو. بصراحة نادي فاركو السنة دي مركز قوي في الصفقات، في الكواليتي بتاع اللعيبة، يعني اللي بيشتري في نادي فاركو واللي بيختار اللعيبة الأجانب على وجه التحديد بيختار كويس جدا. سيف تيري النهارده نادي فاركو اعلن التعاقد مع سيف تيري المهاجم السوداني لمده 3 مواسم، لعيب كويس قوي وانا اتفرجت عليه اكتر من مره، ودي تعتبر الصفقه رقم 15 لنادي فاركو. نادي فاركو تعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون من شبيبه القبائل، محمد فؤاد لعيب مصري كان بيلعب في نادي العين السعودي، لاعب نيجيري اسمه كينجزلي سوكاري ده كان بيلعب في الصفاقسي التونسي، محمود عماد من بتروجيت، عبد الله بكري ومحمود حماده من بيراميدز، احمد عبد العزيز مودي من المقصه، رامي صبري مدافع انبي، احمد الصغيري لاعب اسوان،
علاء سلامه لاعب الانتاج الحربي، مصطفى حماده لاعب من كفر الشيخ، عزمي جومه ده لاعب الصفاقسي التونسي، محمد صبحي اعاره من نادي الزمالك حارس المرمى، عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، و15 صفقه اخرهم كان سيف تيري. وانا بقول لكم الفتره الجايه جونيور اجاي هيخلص في نادي فاركو، هيكون لاعب في نادي فاركو خلال الفتره القادمه. نروح للنادي الاسماعيلي، اري بابل بيعود لتدريبات النادي الاسماعيلي بعد فتره اجازه. كان يعني اري بابل مسافر طبعا في بلده في انجولا، ولكن عاد لتدريبات النادي الاسماعيلي تحت قياده الكابتن طلعت يوسف، وايضا ظهير الفريق عبد الله جمعه برضه عاد لتدريبات النادي الاسماعيلي. النهارده كان في خبر كده ان المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي الاسبق، كان ماسك رئيس النادي الاسماعيلي من فتره كبيره، النهارده قدم اوراق ترشحه لرئاسه النادي الاسماعيلي. تعرفين برضه في انتخابات في النادي الاسماعيلي خلال الفتره القادمه، المهندس يحيى الكومي تقدم او هيترشح لرئاسه النادي الاسماعيلي خلال الفتره القادمه. نادي المقصه تعاقد مع بعض اللعيبه من نادي فيوتشر، احمد عبد المنعم وكريم عبد النبي مدافعين من نادي فيوتشر، تعاقدوا معاهم نادي المقصه، جون ايفري المهاجم الكيني، وسيرج اريك برضو لعيب افريقي تعاقد معاه نادي المقصه، اللي بيستعد بقى تحت قياده الكابتن تامر مصطفى للموسم الجديد. اتمنى المقصه بقى، على فكره المقصه هيتم تغيير اسمه، انا قلت الخبر ده امبارح، لهويدي الفيوم، هيبقى اسمه نادي هويدي الفيوم، وده الاسم القديم بتاع نادي هويدي. نادي المقصه كان زمان قبل ما شركه مصر المقصه تشتريه كان اسمه نادي هويدي بالفيوم، فهيتم هيرجع تاني يبقى نادي هويدي بالفيوم. الجونه بيتعاقد مع محمود عبد القادر مدافع بيراميدز، الظهير الايسر الصاعد اللي كان في بيلعب في بيراميدز، نادي الجونه تعاقد معاه. ده بالنسبه بقى لكره القدم. خلينا نروح برضو معايا بعض الاخبار. عندنا هننظم دي تدريبات نادي الجونه، هننظم بطوله العالم للرمايه في شهر اكتوبر القادم بمشاركه 350 لاعب من 15 دوله ان شاء الله. بطوله العالم للرمايه في اكتوبر القادم مصر هتستضيفها من 11 ل 18 اكتوبر بمشاركه 350 رامي وراميه من 15 دوله عربيه واجنبيه. البطوله على فكره هتقام في ميادين الرمايه بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه في العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه الجديده. البطوله دي هتتلعب فيها بطوله الرمايه. القرعه بتاعه البطوله العربيه اتعملت، اللي هيشارك فيها البطوله العربيه لكره السله اللي هتقام برضو في الفتره القادمه من 29 سبتمبر الى 9 اكتوبر، هتقام في اسكندريه. نادي الاتحاد السكندري على راس المجموعه الاولى، والنادي الاهلي على راس المجموعه الثالثه. المجموعه الاولى فيها نادي بليده الجزائري، الميناء اليمني، واتحاد فتح المغربي. والمجموعه الثالثه اللي فيها الاهلي هيكون فيها فريق وداد بوفارق الجزائري وحضرموت اليمني والفتح السعودي. المجموعه الثانيه فيها الشارقه الاماراتي، اليرموك الكويتي، الوكره القطري، اليوناني السوداني، والزهراء التونسي. والمجموعه الرابعه فيها بيروت من لبنان، البطائح الاماراتي، الكويتي الكويتي، والغرافه القطري، والمنامه البحريني. بطولة ان شاء الله نستمتع بيها في مصر في اسكندريه. البطوله العربيه لكره السله هتبدا 29/9 وهتنتهي يوم 9 اكتوبر القادم ان شاء الله. النهارده كان في مباراه في بطوله افريقيا لكره السله سيدات، منتخب مصر النهارده خسر امام السنغال. منتخب مصر لكره السله سيدات خسروا النهارده امام السنغال 78-63، وكده ناقص لنا مباراه تونس، لازم نكسب تونس عشان نتاهل لدور الثمانيه في بطوله افريقيا لكره السله للسيدات. هنلاعب تونس ان شاء الله يوم الاربعاء بعد بكره، لازم نكسب عشان نتاهل الى دور الثمانيه باذن الله. طيب خلينا نتكلم شويه عن ليونيل ميسي. الماتش اللي فات عمل مشكله كبيره مع بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان. طبعا لما ميسي اتغير في الدقيقه 76، بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان طلع قال انا غيرت ميسي خوفا عليه من الاصابه، ان هو كان ميسي دي بقاله كتير ما بيلعبش، او دي تاني مباراه اعتقد يلعبها مع باريس سان جيرمان، ف يعني خرجوا خوفا عليه من الاصابه، وكانت النتيجه ساعتها تعادل 1-1، وحتى باريس سان جيرمان كسب في الاخر خالص في الوقت الضايع 2-1. بس طبعا كان رد فعل ميسي كان زعلان جدا يعني، وكان مستاء جدا من تغييره في المباراه. انتوا عارفين طبعا لما ليونيل ميسي اعظم لاعب في العالم يتغير
ويبقى زعلان ورد فعله ان هو ما سلمش على مدربه، فطبعا كل العالم بيتكلم في الموضوع ده. ليفربول الانجليزي بيعلن عن غياب الكانتارا عن مباراه نوريتش سيتي وبرينتفورد بسبب الاصابه. خيمس رودريجيز اللاعب الكولومبي انتقل الى الريان القطري، ده الكانتارا لاعب ليفربول اصيب في المباراه اللي فاتت وهيغيب عن الماتشين اللي جايين لليفربول امام نوريتش سيتي وبرينتفورد. واللاعب الكولومبي خيمس رودريجيز انتقل الى نادي الريان القطري، كان بيلعب في ايفرتون الانجليزي وانتقل الى الريان القطري، هنشوفه في الدوري القطري خلال الفتره القادمه. النهارده كمان كان في ماتش في الدوري الاسباني ما بين برشلونه وغرناطه، والمباراه انتهت 1-1 بالعافيه. برشلونه تعادل النهارده مع غرناطه، كان دوراتي مدافع غرناطه تقدم لصالح برشلونه لصالح غرناطه 1-0 في اول دقيقتين في المباراه، وده يعتبر اسرع هدف السنه دي في الليجا الاسباني، هدف غرناطه اللي احرزه في مرمى برشلونه. وبعدين برشلونه تعادل عن طريق أراخوة في الدقيقه 91. برشلونه السنه دي ماشي وحش جدا، اتغلب الماتش اللي فات في دوري ابطال اوروبا من بايرن ميونخ 3-0، وكده برشلونه في المركز السابع بثمان نقاط وليه مباراه ناقصه عن بقيه الفرق. يعني دي اخبارنا النهارده سواء الاخبار المحليه او الاخبار العالميه. هنخرج فاصل ونستقبل نجمنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن علي غزال لاعب منتخب مصر السابق ولاعب نادي سموحه، كان برضو موجود في نادي سموحه لكن فسخ عقده مش هيكمل مع نادي سموحه. خلينا نشوف علي غزال هيكون فين في الموسم القادم ونساله اسئله كتيره، ان علي غزال احترف فتره كبيره جدا في البرتغال، فهيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله. علي غزال لما قعدت كده قبل ما استضيفه اتابع تاريخه واشوف الفرق اللي لعب فيها والدوريات اللي لعب فيها، لقيته لعب فعلا زي ما بيقول التقرير 4 قارات. لعب كان اول في نادي سكه الحديد في مصر، وبعدين انتقل لوادي دجله في الناشئين فتره الناشئين، وبعدين طلع من وادي دجله للبرتغال نادي ناسيونال ماديرا، النادي اللي كان بيلعب فيه او بدا فيه كريستيانو رونالدو، قعد هناك حوالي 4 سنين ونص، وبعدين راح نادي في الصين، بس عمال اقول اسمه جيزو هانج فينج في الصين، قعد برضه فترة، وبعدين طلع على فانكوفر وايت كابس في كندا، نادي كندي اللي كان بيلعب في الدوري الأمريكي، وبعدين سافر اليونان نادي لاريسا اليوناني وفرنسي البرتغالي، لف لفة جامدة، وبعدين استقر بقى آخر حاجة كان في نادي سموحة، لعب لمنتخب مصر في عهد برادلي وكابتن شوقي غريب وخافير أجيري، البطولة الأخيرة كان في بطولة أمم أفريقيا في القارة. يعني والله سي في قوي جدا لعلي غزال، وأندية كتيرة في أوروبا ولفة جامدة هنعرف تفاصيلها النهارده، وهنعرف حاجات كتير كمان عن الموسم الاخير ليه مع نادي سموحه. انا شايفه الموسم الأسوأ بالنسبه لعلي غزال، وان هو خلاص يعني عرفت ان هو فسخ تعاقده مع نادي سموحه، وهنشوف بقى محطته القادمه. بس هنتكلم في الوسط كده حاجات كتير جدا مع علي غزال، وانا بسلم عليه لقيت نفسي ببص لفوق كده 1.90 متر ما شاء الله، حاجه جامده جدا. ازيك يا علي؟ الحمد لله الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله، الف شكر طبعا على الكلام حضرتك. السي في بتاعك انا ما قلتش حاجه. يعني برضه لازم. اخبارك ايه؟ مبروك على البرنامج. الله يخليك، انا اول مره اشوفك على الطبيعه، كنت اتفرج عليك في التلفزيون، فلما جيت اسلم لقيت ما شاء الله يعني 1.90 متر ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. طيب يعني عايز ابدا من النهايه وبعدين هتكلم معاك على مشوارك في اوروبا وانتقالك من وادي دجله وانت في الناشئين للبرتغال، لكن مزبوط. عايز اخد الموسم الاخير بالنسبه لك، احنا كان صفقه انتقالك لنادي سموحه عملت ضجه في الاعلام الرياضي في مصر، وقال لك علي غزال جاي من اوروبا هيلعب في نادي سموحه، بس ما اتفرجتش عليك كتير السنه دي في نادي سموحه، ايه الاسباب؟
هو الحقيقة عشان أبدأها من الأول خالص، أنا كنت في اليونان قبل ما أجي هنا على طول، وحصل اللي أنا شوية ظروف في اليونان وحاجات عندي برضو هنا في مصر خاصة يعني، فكنت حابب اللي أنا أكون موجود في مصر الفترة دي. فكان الكلام قبل الماركت ما يقفل على طول بيومين تقريبا، وحصل كلام من نادي سموحة وجيت على مصر، وحصلت مفاوضات نادي الزمالك. كنت هتروح الزمالك برضو الفترة بتاعت سموحة قبل قبل قفل الانتقالات بالظبط. وبس طبعا كان في بعض المشاكل في النادي، ما كانش في، كانت لسه لجنه معينه، كان بعد بطوله افريقيا على طول، وكان في شويه مشاكل كده، ما قدروش يمضوا اي لعيبه جديده. فخلصت في نادي سموحه، ابتديت معاهم السيزون الحمد لله بشكل كويس. مهندس فرج عامر طبعا رئيس النادي، وكابتن احمد سامي مدير الفني. قعدت معاهم طبعا اول ما جيت، لان انا كان انا راجل بحب احترم اتفاقاتي، كلامي من الكلمه من غير ما امضي اي حاجه. قلت لهم حتى في نادي الزمالك، قلت لهم انا اتكلمت باشمهندس فرج وانا جاي على اساس ان انا رايح نادي سموحه، فانا ما مضيتش اي حاجه، لكن انا راجل بحترم كلمتي، فبعد اذنك انا قعدت بس لازم اروح اقعد مع الناس. وفعلا رحت اسكندريه وقلت لهم، وكنت راجع القاهره تاني عشان امضي في نادي الزمالك، وحصلت المشكله دي. مشكله يعني. ايه اللي كان حصل ساعتها؟ حصل ان هم تقريبا قالوا ان ما كانش في فلوس في النادي، نادي الزمالك، في نادي الزمالك ان هم يجيبوا لعيبه جديده. بس كانوا كلموك وانت خلاص راح تمضي في الزمالك وبعدين وقفت؟ انا كلمت كنت قعدت مع كابتن ايمن يونس وقعدنا قعده شيك كده وظبطت تقريبا كل حاجه، ما مضيتش على اي حاجه طبعا. قلت لهم بعد ما ارجع للباشمهندس فرج، ما كنتش مضيت اصلا كمان في سموحه، بس كنت اتفقت معاه بكلمه يعني. بالظبط. فسافرت اسكندريه فعلا تاني يوم، ورجعت في نفس اليوم تاني القاهره احتراما بس اللي انا عندي ميتنج معاه. وقعدت مع الكابتن احمد، كان ساعتها موجود في الميتنج ده كابتن احمد سامي، واتكلمنا ومحتاجين في الفرقه والكلام ده، كلام محترم وحسيت بتقدير يعني. ورحت سموحه، ابتديت معاهم السيزون الحمد لله بشكل كويس، لعبت اول 8 مباريات، جالي كورونا كده في النص ورجعت كملت تاني. بعد كده ابتديت واحده واحده بحس ان انا ببعد يعني عن الماتشات. قعدت مع الكابتن احمد الطبيعي كراجل بروفيشنال، واتكلمت معاه لو في اي مشكله. انا يعني بحب اكون واضح وصريح، كابتن احمد انا راجل بروفيشنال يعني بتكلم ستريت، لو في اي حاجه فنيه اي حاجه دايركت انا ما عنديش اي مشكله يعني، ما ده وارد جدا. هو دايما لما بيحصل حاجه انت كلاعب بروفيشنال بتقعد مع المدرب، ناقصني ايه، ايه اللي هحسنه، او حتى يعني مش بالشكل ده، بس انا سيريس لما باجي بكلم مع كابتن كريم، فانت هترد عليا على طول، والله في واحد اثنين ثلاثه. وكابتن احمد قال لي لا ما فيش مشكله فنيه، بس انت بعد كورونا كنت محتاج شويه فيتنس. قلت له اوكي، بس انا بعد كورونا، انا يعني بعد ما جيت من كورونا لعبت 3 ماتشات بعدها، منهم كان البنك الاهلي وكان المقاولين، لعبت 3 ماتشات اسماعيلي، 3 ماتشات بعد كورونا على طول. فقال لي بس يعني لسه شويه، قلت له خلاص ما عنديش اي مشكله. مش جاهز يعني؟ قال لك اجهز شويه او شد شويه. انا بس انا بعد كورونا لعبت، فهو قال لي لسه يعني شويه، قلت له خلاص تمام مفيش مشكله. ورجعت بتمرن عادي مع الفريق ما فيش اي مشكله. بس فبعد كده ابتديت بقى اخرج بره الماتشات خالص يعني، بره السكور اصلا. فطبعا لازم اخد اكشن يعني في الموضوع ده. بس هي الفكره كان احنا وصلنا شهر فبراير، لان الدوري كان ابتدى في نص 12 تقريبا بالزبط. فبعد الثمان ماتشات دول تقريبا وصلنا لاخر يناير، كنا دخلنا في شهر فبراير، فما كانش في حاجه اقدر اعملها يعني. فكنت موجود مع الفريق ما عنديش اي مشكله خالص، اتعاملت معاهم بروفيشنال، راجل عندي عقد في النادي ملتزم، حتى لما ما بلعبش ما عنديش اي مشكله، موجود على طول باستمرار بتمرن. وفعلا ما لعبت، ما دخلتش خالص ماتشات لحد اخر سيزون، وكان لازم اللي انا طبعا ابص تمشي بقى خلاص. بالظبط، لازم بالظبط انا لازم ابص لنفسي في الفتره دي، وده اللي انا عملته يعني. قعدت مع المهندس فرج عامر وفسخت التعاقد ولا ايه اللي حصل؟ لا ما قعدتش انا باشمهندس فرج، قابلته اول مره اللي هي ساعه قبل ما امضي على طول، بعد ما مضيت، وممكن مثلا مره في النص كده مع الفريق ككل مش شخصيا، غير كده لا. انا ما تعودتش ان انا بحتك، انا راجل مع المسؤولين كتير يعني. لا لا انا راجل بتمرن في الملعب، معايا مدير فني سواء مدير الكوره او ده او ده يعني. المدرب كده كده بيبقى موجود معايا في الملعب، فلا في حاجه مثلا خاصه بره الكوره بيبقى معايا مدير الكوره، ماليش اللي انا بقعد اتكلم بقى مش عارف مين في مجلس الاداره الكلام ده ما طيب هل الخطوه القادمه بالنسبه لك نادي داخل مصر يعني، عشان خلاص ناقص يوم 7 اكتوبر اللي جاي بعد حوالي
اقل من شهر هتقفل او هيقفل باب الانتقالات الصيفيه بالزبط. بالنسبه للدوري المصري وبره خلاص قفل في اوروبا ما فيش انتقالات، يعني هتعمل ايه؟ هل ممكن ما تلعب في الدوري المصري ولا بره مصر ولا ايه بالظبط؟ هو حاليا يعني انا لسه فاسخ عادي في سموحه ما فيش كام يوم، فالفتره دي بحاول ان انا اظبط حاجه هنا في مصر ان شاء الله الفتره دي. اوريدي عندي نادي، عندي اوفر في البرتغال بس مش دلوقتي، ده بس ليناير، والنادي ما عندوش اي مشكله ان انا اكون موجود معاهم من اول يناير. بس انا مش حابب ان انا اقعد الفتره دي بتمرن بس برايفت او بتمرن مثلا مع حد، وانا عاوز العب ماتشات، انا راجل لعيب كوره عاوز العب ماتشات، عاوز اكون موجود بشكل. فقلت لهم والله انا اوكي ما عنديش مشكله، بس انا لو في حاجه هنا انا اكون يعني موجود. يعني انت في عرض ليك بس في يناير في البرتغال عشان باب الانتقالات اتقفل هناك بالظبط. هو قفل، انا ممكن اروح لان انا فسخت عادي دلوقتي، بس هم النادي عنده ظروف كده ان هو ما يقدرش يمضي مثلا حد دلوقتي الا في يناير، عشان مثلا لو في بدل لعيبه هيمشي لحد او كده يكون في مكان يعني. فالفتره دي بحاول ان انا اظبط اموري هنا يعني في الدوري المصري ان شاء الله. طيب عندك بقى يعني الفتره بتاعت اللي احنا فجاه كده لقينا لعيب بيلعب في البرتغال واسمه علي غزال، احكي لي ازاي انتقالك من وادي دجله، انت قلت لي في وادي دجله كنت سكه حديد وبعدين وادي دجله كنت لسه ناشئ ما لعبتش فريق اول، ما لعبتش اساسي، كنت بتمرن معاهم بس ما كنتش بلعب. طلعت في فتره الثوره كانت بالظبط 2012 بعد الثوره كده على طول، في اخر 2012 انا سافرت. كان حصل ان الدوري توقف هنا، وباشمهندس ماجد سامي كان خد نادي في بلجيكا، هو كان عنده ليرس اوريدي، هو خد نادي تاني اسمه تيرن اوت كان في الدرجه الثانيه، وكان قرر ان هو يبعت الفريق الاول بتاع النادي يوديه فين على تيرن اوت يلعبوا يتمرنوا هناك، وبعد كده قرر ان هم يلعبوا باسم الفريق هناك. فكنت انا من ضمن الفريق الاول ساعتها فسافرت. انا كنت قبلها يعني يعتبر مرتب اموري شويه، كنت كلمت كذا وكيل، جبت ارقام كذا وكيل من على النت وابتديت اتواصل معاهم، ووكيل منهم جاب لي العرض بتاع البرتغال ده. فلما سافرت بلجيكا سهلت بقى عليهم الدنيا خالص، اوروبا كده كده بالظبط. فرحت واخد طياره من هناك على بلجيكا، طبعا بعد ما بعت اوفر للنادي يعني. من بلجيكا على البرتغال، طلعت من بلجيكا على البرتغال، ورحت هناك وعملت الكشف الطبي ومضيت ورحت رجعت ناشونال ماديرا بقى. في ناشونال ماديرا دي البدايه، قعدت فتره كبيره يعني 4 سنين ونص، فتره كبيره يعني معنى ان انت كنت شغال معاهم كويس. انا كنت كابتن فريق كمان. انا وصلت كابتن فريق وانا عندي 22 سنه، كنت اصغر كابتن فريق في النادي يعني. النقله بقى ما بين مصر والبرتغال كانت ازاي؟ كانت صعبه، كانت نقله صعبه، خصوصا ان انا طالع من ناشئين كمان في مصر، انا مش طالع من فريق اول. طيب. فتطلع من ناشئين في مصر تروح تلعب بريمير ليج في البرتغال، فالوضع كان صعب شويه، بس الحمد لله ساعتها ربنا اقلمت بسرعه. لا ربنا كرمني ان كان معايا مدرب كويس، كان معايا مدرب كبير في السن، وكان يعني بيثق فيا، مقتنع بيك، بليف يعني، هو مؤمن بقدراتي، فصبر عليا. انا رحت في يناير فصبر عليا الست شهور دول لحد ما اتطورت، وجيت بدايه السنه حسيت ان انا بقيت يعني بقى خلاص يعني بقيت راجل قديم بقى في الفرقه، وناس كتيره مشيت وجت ناس جديده، فحسيت ان انا تلعب مساك ولا كنت تلعب في نص الملعب؟ كنت بلعب في نص ملعب ومساك الاثنين. كنت بلعب يعني ديفندر ومساك، كنت بلعب هاف ديفندر يعني كان المين بوزيشن، بس لما كان بيحصل دروب مثلا ورا كنت بلعب ورا. ساعات في ماتشات كتير بلعب مثلا في نص الملعب ويبقى احنا مثلا محتاجين ان احنا مثلا نهاجم، فيروح بدل ما يسحب واحد من نص الملعب لا بيروح ساحب سرد باك ومرجعني ورا وينزل واحد يهاجم. فحصلت في ماتشات كتير يعني. الدوري البرتغالي سهل ان انت تتاقلم عليه، وايه اختلافه عن الدوري المصري؟ هو مش سهل، انا اخدت شويه يعني، اخدت الست شهور دول الاولانيين لحد ما بدات، بسبب ان الكوره هناك سريعه، فيها لعيبه كوره كتير. الدوري البرتغالي كانوا معروفين بالمهاره بالظبط، وفيها برازيليين كتير لان بسبب اللغه البرتغالي، فهو الدوري دوري سريع وقوي. فطبعا في اختلاف كبير يعني. انا فاكر اول محاضره ليا هناك كان بورتو بقى وسبورتنج لشبونه بالظبط وبنفيكا، فرق التيله هناك. وفي ساعتها السنه اللي انا اول سنه رحت فيها دي بورتو كان مثلا فيها جيمس رودريجيز وجاكسون مارتينيز وفرناندو، كان فيها اسماء كتيره. فالاختلاط الاحتكاك مش الاختلاط الاحتكاك بالمستويات دي خلى الواحد طورت. يعني بالظبط بسرعه يعني دخلت في الاحتكاك مع عارف اللي بتيجي من الدار للنار على طول، مفيش تمهيد، فده خلى احتكاك اداني خبره بسرعه وخبره كويسه يعني. استقريت بقى في ناس في المدينه 4 سنين ونص واتجوزت هناك صح؟
من البرتغاليه اعتقد. لا بلجيكيه. بلجيكيه يعني انت اتجوزت ساعه لما رحت ليه تيرن اوت بس ما اتجوزتش ساعتها يعني اتعرفت على وبعدين خدتها معاك البرتغال بقى بعد كده بعد ما اتجوزت بقى جات لي البرتغال بعد الجواز لان انا قعدت فتره وبعد كده اتجوزنا يعني. والامور مشيت بقى وعشت في البرتغال. عشت بقى 4 سنين ونص زمن برضه. فتره كبيره. طيب بعد ناسيونال ماديرا بقى يعني الامور مشيت معايا. انا شايفك لعبت في الصين ولعبت في كندا في وايت فانكوفر وايت كابس يعني برضو لفيت لفه كويسه وشكلك برضو كان يعني وكيل اعمالك برضو مميز ان هو بيقدر يوديك اماكن مختلفه وقارات مختلفه ودوريات قويه. هي الموضوع بيبقى كومبينيشن يعني انت ادائك مع وكيل الاثنين مع بعض فانت لو كده دلوقتي الوضع مختلف شويه. دلوقتي الوكيل بيعمل كل حاجه اللعيبه حتى لو تعبان وكيل بيعرف يسوقه كويس ممكن يوديه ريال مدريد. انما هي اللي انا اقصده ان هي الموضوع كومبينيشن بين الاثنين. لازم لعيب مستواه كويس بالظبط عشان يقدر يسوق كويس بالظبط. الوكيل يقدر يجيب لك العرض مش العرض كويس بس يجيب لك القيمه بتاعت العرض كويس لان انت لو كويس هيجي لك عروض كتير. هي ده التوازن بتاعها. ف انا مشيت من البرتغال رحت الصين يعني هي كانت نقله ما كنتش حاببها. نقله مختلفه خالص. انا ما كنتش حاببها وكنت كنت رافضها. انا كنت ساعتها كان بالنسبه لي 25 سنه بالنسبه لي الصين دي هروح يعني هعمل ايه في الصين دلوقتي. بس الصين كان الدوري الصيني فيه فلوس كتير. كان ساعتها كانت البدايه بقى. كانوا ساعتها جايبين نجوم كتير ما عدا النادي مثلا انا كنت رايحه ده كان هم شايفين ان احنا عاوزين نبني فريق يقدر يساعد مش عاوزين اسماء عاليه قوي. ممكن اسماء تقدر تساعدنا بس ما تكونش عاليه قوي قيمتها مش فلوس كتير يعني بالظبط. ف رفضت الموضوع في الاول حصل ضغط شويه من الاداره كان النادي عنده ظروف وحشه. ناسيونال ماديرا في ناسيونال اشتروك بقى من ناسيونال ماديرا اشتروني من ناسيونال النادي الصيني اشتراك اشتراني من اشتراني من هناك ورحت بقى الصين. بعد الصين بعد ما خلصت في الصين بقى الامور بقى ايه هناك اتاقلمت الشكل. لا الوضع كان صعب. الوضع كان صعب. اختلاف في ايه بقى عن البرتغال؟ اختلاف في كل حاجه في كل حاجه ككوره وعيشه وثقافه كل حاجه كل حاجه مختلفه. الموضوع كان صعب شويه في الصين عليك. كان صعب شويه. بعد كده لما رحت امريكا المدرب اللي كان ماسك من الصين لامريكا رحت من الشرق للغرب لكندا بقى. كان المدرب بتاع الفريق اوريدي بتابعني وانا كنت في ناشونال. فلما عرف ان انا مشيت من الصين راح مكلم الوكيل بتاعي انا عايزه. قلت له انا لسه مش من الصين انا عاوز على الاقل ارجع اوروبا تاني انما اروح امريكا. فقال لي بص مستعد ابعت لك تذاكر طيران انت وعيلتك تيجي بس تتفرج وبعد كده انت قرر. قلت له اوكي. وحصل ان انا عملت طبعا التشيك بتاعتي بحب اعمل سيرش على اي حاجه فلقيت الاجواء كويس. خرافيه وامكانيات عاليه. قلت ليه لا ما اخدش التجربه دي وبعدين مين عالم اللي انا بعد كده اقدر اروح العب في ام ال اس مثلا. هو كان ساعتها في بدايه التطور بتاعه دلوقتي بيطلعوا لعيبه كتير لاوروبا. فقلت ليه لا ما اخدش حاجه زي كده ورحت هناك وكانت تقريبا من احلى فترات حياتي هناك. عملت موسم كويس هناك سيزون ونص ككوره وكعيشه يعني كان الوضع كله كان حلو يعني كان كويس. كان كله حلو. طيب هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع علي غزال. عندي اسئله كتير بقى الفتره اللي هو كان موجود فيها في منتخب مصر وكان في انتقادات ساعات كتير لعلي غزال ونشوف قابل الانتقادات دي ازاي ولما بترجع بيه بقى الذاكره بفتره المنتخب هل ممكن يكون في منتخب مصر مره اخرى ونتكلم مع علي غزال بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع علي غزال وبرضه يعني قبل ما اتكلمه في المنتخب والفتره اللي خاضها مع 3 مدربين سابقين كابتن شوقي غريب مستر برادلي خافير اجيري المدرب المكسيكي فتره 2019 وبطوله افريقيا. كان الفتره اللي انت فيها في البرتغال يا علي مجموعه كبيره من اللعيبه المصريين مظبوط يعني افتكر رامي ربيعه شيكابالا في سبورتنج لشبونه مظبوط صالح جمعه
اعتقد كان معاك في ناس كان معايا كان معايا في ناسيونال مروان محسن برضو لاعب ابراهيم حسن حسام حسن اللي هو لاعب الوسط الملعب في لعيبه كتير كان في البرتغال كان في لعيبه كتير وماريتمو برضو محمد ابراهيم جه بعدين صح مين اكتر لاعب نجح واللعيبه اللي ما نجحتش ليه في البرتغال اكتر واحد نجح فيهم كان صالح صالح جمعه كان صالح جمعه والله كان اكتر واحد نجح فيهم وصالح جه احنا برضو فرقتنا كنا ماشيين كان في نفس فرقتك جه وبرضو جه تقريبا في يناير واحنا كنا ماشيين بشكل كويس وكان اضافه كويسه ولعب على طول وتاهلنا يوروبا ليج في اخر السنه فكانت الفرقه كويسه وهو ساعد فيها وكان ظاهر بشكل كويس يعني الباقي كله كل واحد بقى ليه كيس مختلفه يعني كل واحد ليه كيس مختلف محمد ابراهيم مثلا حصل ان هو اتضحك عليه في حاجه في العقد فلما اكتشف الموضوع ده قرر ان انا امشي ورجع تاني الزمالك وحصلت القصه فلوس قليله انا فاكر ساعتها اعتقد كان متفق على حاجه وضحكوا عليه ضحكوا عليه في فلوس معينه والقضيه بتاعته تقريبا حضرتك لسه قايل انها لسه شغاله بالزبط. انا عارف القصه دي يعني الزمالك هيدفع فيها مليون و200 الف يورو حتى شيكابالا برضه عنده قضيه برضه مع سبورتنج ورامي شيكابالا ورامي لما جم من هنا راحوا على البرتغال طبعا كانوا ساعتها رامي كان اسمه كويس ساعتها كان بيلعب منتخب وهو صغير ولعب النادي الاهلي وشيكابالا طبعا ما فيش خلاف فالاثنين لما راحوا هناك كان الرياليتي مختلفه هو جاي نجم راح على سبورتنج الاثنين سبورتنج كان ساعتها بعد سنين طويله بره الصوره كانوا رجعوا بقى الصوره تاني وكانوا الثاني على الدوري فالوضع كان صعب بالنسبه لهم شويه فما عرفوش يتاقلموا مروان وحسام لعبوا الاثنين كانوا بيلعبوا بس فرقتهم نزلت درجه ثانيه فعشان كده هم ما كملوش يعني انما كل واحد بقى ليه كيس زي ما لكن احسن واحد كان صالح جمعه صالح اللي كان مستقر ولعب لحد ما وكان جاي اعاره سنه ونص ولما خلصوا ورجع النادي ما قدرش يشتريه يعني. طيب انا اسال سؤال انت لسه كنت بتتكلم على محمد ابراهيم وعارف الكيس بتقول لي وعارف القضيه بتاعته او المشكله بتاعته هناك طب الزمالك ازاي كان المفروض الزمالك ياخد فلوس من ماريتمو دلوقتي الزمالك اللي عليه فلوس ازاي لا بسرعه كده لو انت يعني عندك تفاصيل اللي انا عارفه ان هو الزمالك ما كانش ليه فلوس اللي انا عارفه ان هو محمد ابراهيم كان عنده عقد هناك وهو مشي فلما جه على الزمالك وهم حاولوا ان هم يهندلوا القصه دي مع رئيس النادي ان هم يدفعوا جزء تقريبا من عقده الفلوس اللي هو المفروض يدفعها كبنالتي بقيت عقده لان هو فسخ عقده من طرف فكان في فلوس تقريبا اللي انا عارفه ان الزمالك المفروض يدفعها لنادي ماريتمو على دفعات او حاجه زي كده تقريبا ما اتدفعتش فحصل بقى الموضوع كبر فلما ما بتدفعش بيبقى في قواضي وحاجات دي ما بتدفعش بيحصل فيه بقى برسنتج زياده وبتفضل تتضاعف طيب فتره المنتخب انت انضميت مع برادلي شوقي غريب خفير اجيري كان في فترات كويسه وفي فترات اتعرضت فيها لانتقادات شديده احسن فتره ليك في المنتخب وأسوأ فترة لعلي غزال في منتخب مصر؟ ما اقدرش اقول الفترة كلها لان انا مثلا الفترة اللي كان فيها انتقادات دي كان ماتش ماتش السنغال باين صح؟ كان ماتش تونس هي كان ماتش بس صدفة احنا طبعا احنا بادئين تصفيات افريقيا منتخب كان جاي بعد فترة مستر برادلي ناس كتير اعتزلت وبتبدا تبني منتخب جديد على مجموعة من اللاعبين اللي كانوش لسه اعتزلوا فكان الوضع صعب بعد كده تروح التصنيف بتاعنا طبعا كان قليل فوقعنا في مجموعه فيها السنغال وتونس اللي هم كانوا كان ناميبيا باين اعتقد صح؟ كان تقريبا بوتسوانا كان بوتسوانا كان بوتسوانا ومنتخبين منتخب السنغال كان ساعتها كون نفسه خلاص وان هو بقى واقف على رجليه ولسه مكمل لحد دلوقتي وتونس كان نفس الكلام يعني كانوا احسن مننا شويه فطبعا وقعنا في مجموعه كانت صعبه يعني ما يمنعش ان احنا كان المفروض نظهر بشكل افضل بس كانت ظروف الكوره في مصر كانت ساعتها صعبه الدوري كان متوقف وكان في مشاكل كان فيها حاجات كتير يعني كان في ظروف كتير وكنا بدات مع كابتن شاوي كويس جدا يعني انا اول ماتش لعبته مع كابتن شاوي كنا بنلعب البوسنه في النمسا وكنت الحمد لله ما ماتش كسبنا 2-0 وبعد كده رحنا لعبنا تشيلي عملنا ماتش كويس خسرنا في الاخر بس كنا كسبنا 2-0 وعامل اسيست خالد قمر بالظبط انا عامل اسيست لخالد قمر الماتش ده صح ولعبنا جامايكا لا كنت ماشي بشكل كويس هي بس الماتش فما اقدرش اقول الفتره كلها فتره اجيري يعني دي كانت افضل فتره في المنتخب قطعت
جماهير انتقادات شديده جدا لسبب ان انا تقريبا كنت الوحيد في المنتخب اللي غير معروف. انا جاي الراجل كابتن شوقي جايب لعيب صغير من انا جيت مع مستر بوب برادلي بس ما لعبتش. انا جيت معاه معسكر كان قبل الماتشين اللي هم الماتشين الاخر في المجموعه قبل ماتش البلاي اوف بتاع غانا. جيت انا المعسكر ده بس كان في خمسه كانوا استبعدوا كنت انا واحد منهم ومرح ما سافرناش يعني. وبعد كده حصل بقى ماتش غانا فالدنيا اتغيرت خالص. ففتره كانت شويه كنت انا تقريبا الوجه الجديد يعني في المنتخب فكانت شويه جايبني من البرتغال يعني عشان يلعبني اساسي. انا لعبت كل ماتشات اساسي مع كابتن شوقي غريب 90 دقيقه. فبالنسبه لهم حتى ساعتها طلعت قلت يا جماعه انا بلعب مش في مركزي. لا ما قلتش مش بلعب في مركزي. انت كنت بتلعب ديفندر وهو رجعك مدافع. هو لعبني مدافع. كان ساعتها في مشكله احنا اصلا عندنا في مصر ساعتها في الفتره دي. زي ما حصل فتره كده ما كانش في مهاجمين وكانت الناس بتتكلم. فهو كابتن شوقي عارف ان انا كنت بلعب قبل كده مدافع فلعبني فيها واديت كويس بناء عليه كملت معاه مدافع. انا جيت اول ماتش زي ما قلت لحضرتك لعبت خدت مان اوف ذا ماتش كنا بنلعب البوسنه. بناء عليه والراجل جاي يلعب اول ماتش خد احسن لاعب ولاعيب صغير كمل. فكملت في نفس البوزيشن وكان بيلعب بطريقه مختلفه ما كانش فيها يعني طريقه الثلاثه دي ما كانش يعني كان ثلاثه ورا فكانت الامور يعني سهله شويه بس انا كنت متعود طبعا بقى في الصناعه فالناس يعني ما كنتش شايف ان في اي مشكله. بس غير اللي انا زي ما قلت لحضرتك كده اللي انا الوحيد اللي انا وجه جديد انا ما حدش يعرف. اتأثرت بالانتقادات دي ولا طبعا اتأثرت. انا لدرجه اللي انا رجعت كان عندنا ماتش انا رجعت بعد الماتش ده كان عندنا تمرينتين كده وفي ماتش اللي هو قبل الماتش الرسمي احنا ماتش ودي. لا مش ماتش ودي احنا قبل الماتش بيوم بنعمل تمرينه كده تقسيمه خفيفه كده انا جالي فيها مزق من الزعق. انا دلوقتي اقدر اقول كده ساعتها ما بس دلوقتي اقدر اقول نفسيا طبعا ما كنتش مؤهل بالظبط صغير فجالي مزق فيها قعدت فيها 3 اسابيع. بعد كده رجعت بقى الفتره دي الحمد لله يعني قدرت ان انا اتماسك ورجعت والحمد لله عملت سيزون كويس. كان بتتعرض لانتقادات وبرده كان في فتره كانت تعرضت لانتقادات عنصريه بس انت ما كنتش بترد. لا يعني عنصريه دي كان لسبب تاني. ما كانش السبب الكوره انا يعني. فاهم. كان بسبب تاني بس انا يعني الحمد لله متعلم يعني ومتفهم ان الكلام ده بيخرج من مين بالظبط وبيبقى موجه بطريقه ما. بس كان لازم اعمل له هايلايت يعني ما كانش ينفع اعديه كان لازم اتكلم فيه لان في حاجات لازم الواحد يتكلم فيها عشان يبقى في اويرنس يعني يبقى في توعيه للناس كلها مش عشان علي واخد موقف معين بتحصل معايا بتحصل مع غيري بتحصل مع ناس كتير بس في الموقف ده كان لازم اللي انا اقف واتكلم عشان يبقى في توعيه للناس كلها بس وتخطيط عادي انا ما زعلتش على فكره يعني انا ساعتها ما زعلتش من الموضوع ده عشان لما اتكلمت الناس كانت فاكره ان انا زعلان انا اتكلمت بس عشان هايلايت الجزئيه دي اللي الناس لازم تتكلم في النقطه دي بس انا ما كنت زعلان يعني فتره خافير اجيري بالنسبه لك فتره كويسه جدا كانت كويسه جدا رغم ان هي ما كانتش نتائج كويسه وخرجنا وحش من امم افريقيا الراجل جه عنده بلان كويسه وابتدى كويس في يعني كان عنده شورت بلان ولونج بلان كويس في الشورت بلان لما جه ابتدينا ادينا بشكل كويس قوي فنشنا التصفيات كويس وتاهلنا امم افريقيا كان اللونج بلان بتاعته كويسه نوصل كاس عالم ويعمل جيل كويس لما حصلت ان البطوله جت عندنا في مصر ابتدت حاجات كتير تتغير تتغير مع فنيا تتغير خارجيا الله اعلم فالوضع ما كانش مظبوط فمشيتش بقى الامور في امم افريقيا كل ده شاركت يعني في امم افريقيا انا شاركت في الماتش الثاني الماتش الثاني لعبت في الاخر ربع ساعه حوالي ربع ساعه تقريبا بعدين خسرنا من جنوب افريقيا فالراجل كده خسرنا من جنوب افريقيا طبيعي طبيعي ما انتقلتش بقى ما دخلتش المنتخب مره اخرى لا لان انا بعد الفتره دي كان عندي مشاكل مع النادي البرتغالي بتاعتي بعد البطوله على طول وبعد كده رحت اليونان فتره اليونان بقى دي ما يعني ما جيتش فيها خالص يعني. كان ساعتها برضه احنا اصلا المنتخب اتجمع بعدها تقريبا قعدنا في سنه بنلعب ماتش ولا ماتشين تقريبا مع كابتن حسام لحد ما رجعت مصر كنا تقريبا المنتخب لعب حوالي 3 ماتشات او 4 ماتشات يعني كان الوضع مختلف وطبيعي طبعا اي مدرب بيجي بيبقى كل واحد ليه توجهه ليه وجهه نظره فانا ما يعني ما بزعلش خالص من القصه دي خالص يعني وجودك في المنتخب الفترات اللي كنت موجود فيها كان علاقتك قويه كنا بنشوف علاقتك قويه بمحمد صلاح واللعيبه
المحترفه النني واللعيبه المحترفه في منتخب مصر. هل العلاقه لسه مستمره وفي اتصالات؟ احنا اصحاب من زمان، احنا كنا منتخب ناشئين وشباب مع بعض يعني من زمان، من ايام كابتن ضياء وكابتن مصطفى يونس، احنا طلعنا مع بعض بنلعب ضد بعض ونعرف بعض في المنتخبات. انتوا نفس السن؟ نفس السن، انا وصلاح والنني نفس السن، وعمر ومحمد ابراهيم واحمد حجازي، كنا مع بعض. حجازي تقريبا اكبر مني نفس سنه، اكبر نفس سنه، هو الشناوي، كنا مجموعه كده مع بعض. فاحنا يعني من صغركم يعني علاقتكم مع بعض كنا كويسه. عايز اكلمك بقى عن منتخب مصر في الفتره الحاليه، شايف ازاي المنتخب وداخلين على ماتشين ليبيا في تصفيات كاس العالم، وتعيين مدرب اجنبي برتغالي من يعني البلد اللي انت كنت بتلعب فيها وقعدت فتره خبرة كبيره، خبرتك بقى في البرتغال وناسيونال ماديرا، كارلوس كيروش كلمنا عنه، متوقع له ايه مع المنتخب وطريقته ايه يا علي؟ هو هي الفكره مش ان احنا داخلين في مرحله جديده، احنا في مرحله كويسه باذن الله يعني. انت متوقع تكون مرحله كويسه للمنتخب؟ كارلوس كيروش اسم كبير، خبرات كبيره جدا، بيعرف يتعامل مع اللعيبه الصغيره والكبيره. احنا تقريبا دلوقتي ما فيش لعيبه كبيره اصلا في المنتخب، كلهم حتى الكبير في المنتخب كبير خبره بس صغير سنا. فهو راجل كويس جدا، وجود كمان كابتن ضياء، لان احنا تقريبا معظم الجيل ده هو الجيل اصلا كابتن ضياء كان مجمعه زمان ايام منتخب الناشئين. فدي حاجه. وانت لعبت مع كابتن ضياء برضه ايام برادلي؟ مع كابتن كان كابتن ضياء السيد مساعد برادلي، هو اصلا اللي جابني منتخب الناشئين زمان كمان. كنت في دجل اول ما رحت دجل. ف التوليفه كويسه، وان شاء الله الفتره الجايه الراجل بيلعب بشكل هجومي في شغل حلو. لا هو متوازن. هو مش شكل هجومي ومش دفاع، بس هو يميل شويه الى التنظيم التكتيكي الدفاعي، مش زي كوبر طبعا. بس في توازن، في توازن يعني. ولا بيهاجم بشكل مفتوح ولا بيدافع، مش الناس زي مش الكره مفتوحه بقى والتيكي تاكا. بيقول لك بيلعب 4-3-3، ومش زي كوبر مثلا اللي انا واقف في نص الملعب بلعب تو سيرز والكلام ده. لا هو راجل متوازن يعني. يعني انت متوقع الفتره الجايه؟ بس طبعا محتاج وقت الراجل مع المنتخب، ومفيش وقت اكيد يعني، ما عندوش غير المعسكر اللي هيبدا يوم 28/9. اكيد محتاج وقت لغايه مباراه ليبيا 10 ايام يعني بالظبط. هو ممكن ما تلاقيش، مش هتلاقي بصمه موجوده قوي، بس احنا انت بتتكلم دلوقتي لازم يبقى عندنا، لازم يبقى عندنا خطه. انا مش هينفع اجيب مثلا مدرب عشان لازم تكسب لي الماتشين بتوع ليبيا. ما هو هي صعبه، انت جايبه عشان يحط لك بلان استراتيجيه بالظبط لفيما بعد. فاللي هو يعني وات ايفر هابنز يعني في الماتشين بتوع ليبيا دول، بس خلي بالك مفيش حاجه اسمها وات ايفر هابنز. ما انا عارف ان مفيش الكلام ده. انت لازم تكسب ماتش وعلى الاقل تتعادل الماتش الثاني عشان تركب المجموعه تصفيات كاس عالم. ما اقصدش ان احنا ما نتاهلش، بس اللي انا اقصده ان لا قدر الله حصل، كل شيء وارد في الكوره مهما كان باللاعب مين، ان انت مثلا ما تتاهلش او حاجه، ما تكونش دي راجل جه ماتشين مثلا ومشي. لا يبقى موجود ويعمل بلان لفيما بعد. شخصيته كويسه كارلوس كيروش في التعامل مع اللاعبين؟ ما انا ما تعاملتش معاه شخصيا، بس اللي اعرفه ان هو شخصيته قويه يعني. شخصيته قويه. تتوقع ايه بقى في ماتش مصر وليبيا اللي جاي؟ اتمنى ان احنا نكسب. اتمنى. تتمنى؟ انما توقع دي يعني صعب. خصوصا ان ليبيا ماشيه بشكل كويس الفتره الاخيره كمان، منتخب بتاعه متطور، بقى عندهم لعيبه محترفين كتير في دوريات كويسه. هم اتطوروا عن الاول، واحنا بقى لنا فتره يعني احنا بنعمل كده يعني، احنا بنعمل كده، طلعنا فتره كويس فتره كوبر دي، احنا تقريبا المنتخب رجع تاني بشكل قوي، توصل نهائي افريقيا، وصلت كاس عالم، بعد كده حصل مع مستر اجيري ابتدت الدنيا تتغير شويه، بعد كاس العالم ابتدى عاوز يعمل جيل جديد، بعد كده حصل الدروب بتاع افريقيا، جه كابتن حسام، الدنيا مش متظبطه دلوقتي. فاحنا بنعمل كده. اتمنى يكون في ثبات، مش ثبات اللي احنا نطلع يعني في المستوى الحالي، يبقى في كيرف تصاعدي ونثبت فيه باذن الله. ان شاء الله علي، بشكرك واتمنى لك التوفيق في الخطوه القادمه بالنسبه لك ان شاء الله. انا بشكر حضرتك وسعيد اني كنت موجود مع حضرتك النهارده. الله يخليك. بنشكر كابتن علي غزال، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه، ونشوفه في مكان مميز سواء داخل مصر او خارج مصر الفتره القادمه. بشكر كل طاقم العمل، وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، ونتقابل بكره ان شاء الله في حلقه جديده بعد مباراه السوبر ما بين الاهلي وطلائع الجيش. بكره ان شاء الله هنتكلم عن المباراه وهنحلل المباراه، وهيكون معانا ضيوف محللين ان شاء الله نتكلم فنيا عن مباراه الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري. تصبحوا على خير.